الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. النهاردة ذكرى ميلاد الرسول العظيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تهنئة خاصة لحضراتكم، لمشاهدي مساء الخير حصريا، ولكل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. بمناسبة هذا اليوم العظيم، النهاردة مساء الخير بيحتفي بهذه المناسبة. النهاردة هيكون معانا فرقة كنوز الموسيقية بقيادة المطرب محمود درويش. أوعدكم بسهرة فنية هتستمتعوا بيها بذكرى ميلاد الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وده هيكون الجزء الأخير من هذه الحلقة اللي بنبدأ بيها عامنا الجديد. النهاردة أيضا برنامج مساء الخير دخل في العام الثاني على التوالي بفضل حضراتكم، ونوعدكم ان احنا نكمل معاكم بنفس الاداء ان لم يكن افضل اللي بدأنا فيه العام الماضي. ايضا بهني حضراتكم بالعام الميلادي الجديد اللي نتمنى فيه يا رب لمصرنا ولشعبها ولنيلها ولجيشها كل خير. مساء الخير على حضراتكم. تعالوا بقى نتكلم في المهم عن التعديل للمحافظين اللي مصر النهاردة عمالة تتكلم فيه، وايضا تغيير عدد من الوزراء، لان كل واحد في مصر النهاردة عارف ان في حركة تغيير محافظين خلال ايام، وتحديدا بعد عودة الرئيس السيسي بسلامة الله من خلال جولته الخليجية. الاخبار المتداولة حول تغيير المحافظين بيقولوا ان في 10 محافظين طلبوا اعفائهم من مناصبهم، يعني عاوزين يمشوا النهاردة قبل بكرة. الليلة صعبة معا. من اصل كام يا مؤمن؟ 27 محافظ. وكمان عرفنا ان في تغيير هيحصل اثناء اختيار المحافظين. الحكومة اعلنت كده. زي ايه؟ زي ان المحافظ هيبقى سنه ما بين 55 و65، وهو ده بصراحة الشباب اللي عند الحكومة. لما تسأل الحكومة ايه تعريف الشباب، هو بيقع في الفئة العمرية من 55 ل65. وكمان الحكومة هتعمل تغيير، بيقول لك المحافظين هيخضعوا للفحص الطبي. ليه؟ ما هو اشمعنى مرشحين الرئاسة خضعوا للفحص الطبي؟ يبقى لازم المحافظين. وطبعا حصلت تسريبات كده لجس نبض الناس حول الأسماء المرشحة لتولي المحافظات. يعني مثلا قيل أن اللواء السيد لواء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة هيمسك محافظة القاهرة، وكمان طرحوا أسماء للأسكندرية وللفيوم وهكذا. كل ده كلام حلو وعلى العين وقبل الراس كمان. وبصراحة الناس كانت زهقانة من أداء عدد كبير من المحافظين، لكن الناس هتزهق أكتر من أي حركة محافظين. ليه؟ لأن السيستم يا أخوانا في اختيار المحافظين هو هو، ما تغيرش. تعمل بدل الثورة ثورتين والمصريين ينزلوا مرتين، ولا تغيير يا باشمهندس. وعلشان ما تقولش ده خير بيقول كلام إنشا، تعالوا نشرح لحضراتكم أولا إزاي الرئيس في مصر بيغير أو بيختار المحافظين من أيام ثورة يوليو، واستمر الحال لحد ما بعد ثورة يونيو، من يوليو ليونيو. السيستم بيقول الكتاب اللي بيطلعه رأس الدولة كده اللي هو كيف تختار محافظ، بيقول لك على طول أن المحافظات الحدودية زي سيناء على حدود مصر، زي مطروح، لازم يتولاها شخص عسكري جاي من الجيش. ده أول قاعدة. تاني هام أن المحافظات اللي فيها أحداث فتنة طائفية أو أحداث بيتركز فيها عمال متوقع يحصل فيها شغب عمالي، أو المتوقع يطلع فيها جماعات جهادية، المحافظات دي على طول لازم يتولاها رجال شرطة، لواءات جايين من الشرطة. دي القاعدة. الكتاب بتاع اختيار المحافظين بيقول كده. طب بقية المحافظات يا خير؟
يتولاها بقى اساتذة الجامعة، مستشارين، يعني بتراضي دول وبتراضي دول وشكرا، الكتاب بيقفل لحد كده. القصة مشيت كده من زمان حتى بعد ثورة المصريين في يناير ويونيو. طيب حركة المحافظين اللي هتعلن خلال ايام شكلها كده برضو هيتبع نفس الاسلوب القديم اللي جاي من الكتاب، بدليل التسريبات شبه الرسمية للاعلام. لكن احنا عاوزين يا اخوانا جديد، ما ينفعش نفس العقلية نفس الافكار نفس السيستم، لان الناس زهقت بقى، الناس كمان زهقت وبدأت تتململ. ليه؟ لانها مش شايفة حركة تغيير واسعة وكبيرة، حركة تغيير في الافكار في طريقة التفكير قبل تغيير الاشخاص. يعني مثلا الرئيس عمال يتكلم مع الشباب وعن الشباب، لكن هل يا ترى هنلاقي كم محافظ شاب من سن 40 او 45؟ هتقول له دول شباب خير؟ هقول لك اه، لان ده السن لا هو صغير قوي مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ولا هو عجوز بيدم مراهم على الركبه والام العظم في الشتاء. لا ده مثلا من حيث السن يبقى سن معقول. هل انا عاوز كلهم في السن ده؟ ابدا. بس الناس تحس ان في تغيير في السن، مش كله طالع نجيب محافظين طالعين معاش بقالهم 10 ولا 20 سنه زي بعض الوزراء الحاليين مع كامل الاحترام لاشخاصهم. جميل اننا نعمل كشف صحي مثلا على كل من يتقدم لتولي مسؤوليه فيها خدمه للجماهير، ويا ريت ده يعمم. بس الاجمل انه يكون عند هذا الشخص، عند المحافظ مثلا، رؤيه لحل مشاكل المحافظه. وده مش هيجي الا لما المحافظ يكون من داخل المحافظه نفسها، ابن للمحافظه اللي هيتولاها، او حتى جاي من محافظه قريبه. انما تروح مثلا جايب له استاذ مثلا يعني من جامعه المنوفيه، من جامعه طنطا، ليل ونهار وقاعد في كتبه وابحاثه النظريه، وعمره ما ركب قطر ولا طياره وراح الصعيد حتى زار الاقصر واسوان، ولا ليه في التعامل مع البشر، وفجاه يا مؤمن تروح ممسكه محافظه زي اسوان. سعادتك منتظر ايه من هذا الاختيار؟ هيجيب التايه؟ لا طبعا، هيفشل 1000%. هنا بقى ما نلومش المحافظ، الصح اننا نلوم الجهه اللي اختارت ورشحت الراجل ده، لانه يعني اللي اختارته وخلوه محافظ. طيب تعالوا نفترض ان الدوله او رئيس الحكومه اختار شخصيه مرشحه لتولي منصب المحافظ، وعندها هنفترض ان رئيس الحكومة او الرئيس السيسي سمع كلام مساء الخير ده وقال خلاص هتولي المحافظين 45 سنة وكمان اسمعوا كلام خير وهتوه من داخل المحافظة، هل كده النتيجة تبقى زي الفل؟ لا. طب ناقص ايه تاني؟ هقول لك ناقص ايه؟ هقول لك ناقص الرؤية. يعني مفروض هذا المرشح لمنصب المحافظ لازم يكون يا اخوانا عنده تصور لحل بعض المشاكل الرئيسية في المحافظة. مفيش حد هيحل كل المشاكل، لازم يقول انا تصوري لحل مشكلة القمامة في المحافظة، الطرق مثلا هتبقى 1 2 3، واوعدكم انها تخلص في الفترة الزمنية دي. ليه؟ عشان نعرف نحاسبه. بس قبل ما نحاسبه ضيف كمان، لازم الدولة توفر له الامكانيات والادوات. يعني مش معقولة مثلا برضو خلينا النهاردة نشتغل مثلا في السنة الجديدة، سكان الجيزة بيشتكوا لمؤاخذة من الزبالة المرطرطة في كل حتة، ويروحوا شاكيين محافظة الجيزة، بينما ميزانية محافظة الجيزة شاكب راكب 70 مليون جنيه في السنة يعمل بيها محافظة الجيزة كل حاجة. طب مطلوب يعمل ايه؟ التفكير ده اللي انا بتكلم عليه النهاردة لازم يتغير، وإلا هنحصد نفس الحصاد المر، محافظ قاعد في مكتبه لا بيهش ولا ليش ولا عارف يعمل حاجة. عايز اقول لكم من خلال السنة اللي فاتت في جولاتي بكاميرا البرنامج في مختلف محافظات الجمهورية زي ما حضراتكم شفت الأسبوع اللي فات، ولقاءاتي مع المحافظين، لقيت والله كل المحافظين بيقولوا إن ما عندهمش صلاحيات، وإن الوزير اللي هو عضو الحكومة مجلس الوزراء هو المتحكم في كل شيء. يعني إيه الكلام ده يا إخوانا؟ ولازم تفهموا بقى. يعني لو أنت محافظ في محافظة وعاوز تعمل تطوير ومشروعات، جالك مستثمر عاوز يعمل يا سيدي مصنع مكرونه في المحافظه بتاعتك، تخيل انت كمحافظ ما تقدرش توافق، ما تقدرش تبت في القرار ده. عارف دورك ايه ساعتها كمحافظ؟ انك تاخد ورق هذا المشروع او المستثمر وتقول له بعد اذنك سياده المستثمر انا ما اقدرش امضي لك على ورق، انا لسه هعرضه على الاستاذ معالي الوزير المختص،
ويا الوزير يوافق او يرفض. طبعا بيدخل فيها المزاج ويدخل فيها قربك كمحافظ او بعدك في علاقتك بهذا الوزير. والله العظيم اسمعوا القصه دي. مره محافظ حالي حكالي ان المحافظين اللي بيزعقوا كتير في مجلس المحافظين وفي حضور وزير الماليه وعند رئيس الوزراء هما اللي بياخدوا ميزانيه اكبر. كل ده عاوزينه يتنسف وانت بتبدا سنه جديده. لا العقليه اللي بنختار بيها المحافظين تنفع تستمر ولا الصلاحيات المنقوصه للمحافظين تنفع تستمر، والا هيستمر غضب الناس. علشان كده بقول للرئيس السيسي احسن لنا وليك ان حضرتك تاجل حركه المحافظين، بس بشرط نشوف حاجه حلوه، حاجه جديده في الوجوه، في الاعمار، في الافكار، بدلا من الاستعجال وكانك يا ابو زيد ما غزيت. ايه رايكم في كلامي؟ شايفين ايه هي الشروط والمواصفات اللي المفروض تتوافر في المحافظين الجدد علشان يطوروا محافظاتهم؟ كلموني من اي تليفون محمول على 137، ومن اي تليفون ارض على 0900 9900، وبعتوا رسائلكم على 9 11 72. وانت في المحافظه بتاعتك وحضرتك قاعد بتتفرج عليا دلوقتي وسامع كلامي، قول للمحافظ في محافظتك عايز شكله ايه؟ مش شكله يعني لابس ايه، ابيض ولا اسود يعني، لا، رؤيته ايه؟ شايفه يبقى من داخل المحافظه ولا لا؟ ماشي؟ هاخد اول اتصال تليفوني. اسامه من الشرقيه، اتفضل يا اسامه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، وكل سنه وحضرتك والمشاهدين كلهم. وانت طيب وبالف خير يا حبيبي. انا بس يا فندم طبعا متفق تماما مع كلام حضرتك في اختيارات المحافظين، وبس انا عايز يعني في عجاله كده يا فندم، مش هاخد من وقت حضرتك كتير. بالنسبه للمحافظين حضرتك بتقول احنا عايزين موظف شاب، عايزين موظف يكون من داخل المحافظه، وده كلام كله احنا نتفق عليه تماما. يعني احنا نتمنى نشوف موظف محافظ يعني من بين ال 40 سنه لل 50 سنه. نعم. لكن السؤال هنا يا فندم، هل على مدار السنوات اللي فاتت النظام اللي فات، هل هو فعلا ادى الفرصه للشباب علشان يبقى في عندنا صف ثاني موجود داخل المحافظه؟ ما انا يا فندم لما اجيب شاب عشان يمسك شاب 40 سنه او 45 سنه يمسك مسؤوليه محافظ، لازم يكون اتدرب في العمل السياسي داخل المحافظه بتاعته، انا مش هجيب برضه معيد في الجامعه او هنرجع لنفس الكره ثاني. بس عايز اقول لك يا استاذ اسامه، بنفس المنطق اللي حضرتك بتقوله كده، مفيش شاب بقى هيمسك اي محافظه لان مفيش صف ثاني. لا يا فندم، انا عندي بس اقتراح بسيط. اتفضل. يعني دلوقتي لو المحافظ مثلا يبقى برضه من الناس ذوي الخبره اللي موجودين في المحافظات، لكن يكون من نفس المحافظه، ويتعمل لجنه حوالين المحافظ، ما ده انا قلته، دي كلها من الشباب يشتغلوا في العمل اللي عنده مده سنتين ثلاثه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا مش عايز محافظ يا فندم ينزل يدهن لي عندان كهرباء او يقول لي هندهن التروتوار بابيض. نعم. واسود، لانه ما عندوش شغل، لان الشغل في ايد الوزراء. لا انا شايف يا فندم ان المشكله الاساسيه عندنا كدوله في المحليات. أوكي. المحليات يا فندم، المحليات دي بؤره فساد جامده جدا في كل محافظه، ولو والله لو جبنا يا فندم محافظ من كوكب ثاني علشان يمسك محافظه ويصلح فيها والفساد موجود في المحليات، مش هيبقى فيه اي تقدم في اي محافظه، لان احنا بنلمس ده بنفسنا في الشوارع. انا عندي محافظه زي محافظه الشرقيه اتغير عليها ما يقرب من يعني من اول ما اتولدت. يبقى المحليات هي المحليات يا فندم عايزه ثوره كامله، ثوره كامله يا فندم في المحليات. انا بشكرك استاذ اسامه. معايا على التليفون عبد الفتاح من القاهره، اتفضل يا استاذ عبد الفتاح. استاذ محمد وش الخير، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ادينا قصيده النهارده في السنة الجديدة. كلام حضرتك جميل، لكن الفعل مش هيكون. ليه بس؟ واخد بال حضرتك؟ بادئين سنة جديدة ومولد النبي نعم يا فندم؟ بادئين سنة جديدة ومولد النبي، طر الدنيا كده. ما هي سنة جديدة إن شاء الله، بس ليه بقى ما يكونش؟ نعم. لأن الأيدي مغلولة مش مطلقة. وليه نخليها مطلقة؟ عندنا الهرم الوظيفي لابد إنك تطلع من تحت لفوق وتجيب زي ما حضرتك قلت التوقيعات والامضاءات والسيد الوزير، وبعدين يعرض على السيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس الوزراء يعرض على السيد رئيس الجمهوريه، يبقى وبعدين نرجع تاني. فلا زي ما انت قلت، المحافظ مفروض كان الرئيس السادات قال المحافظ رئيس جمهوريته، رئيس محافظته، فلازم المحافظ ياخد صلاحيات ان هو يكون عنده انطلاقه، وبعدين بقى ما يجيش بعد كده حتى لما يخرج من المحافظه ما يتحاسبش ان عمل فساد. لازم القوانين هي اللي تتغير. المحليات. نعم يا فندم، انا مع حضرتك. المحليات يا استاذ محمد، المحليات بنفسها مش فاسده. اللي فاسده القانون، اللي لما اجي اروح اطلع ترخيص عماره يقول لي ادفع مثلا 40,000 جنيه تامينات و20,000 كذا، يجي المهندس يلف من ورا ويقول لي خلاص
فالقانون هو اللي وحش مش الراجل اللي في المحليات. نغير القانون استاذ عبد الفتاح، لازم أخذ تغيير الانظمه واطلاق اليد. حاضر. في حدود. شكرا ليك. حاضر. اخد عمار من دمياط. اتفضل عمار. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك عمار؟ اهلا وسهلا يا استاذ محمد. هو ليه يا استاذ محمد لما كل محافظه ما تنتخبش المحافظ بتاعها؟ طب يعني هنأجل ده شويه لان ده اسمه قانون المحليات ومفروض هيبقى فيه برلمان قادم هو اللي يقرر ده، بس انا معاك ان ده مفروض يحصل. يعني يبقى محافظ من دمياط، احنا سيادتك المحافظ بتاعنا مش من دمياط، ما احناش مش عارفين يتعامل معانا. ما فيش محافظ اساسا بيجي من البلد، احنا بنقترح. لا ما هو الافضل ان احنا نرشح محافظ من البلد ذات نفسه. نعم. مش الافضل ان احنا نرشح محافظ من نفس البلد، من نفس المحافظه؟ نعم نعم، وانا قلت ده على الاقل بيبقى اضرب همومها ومشاكلها، وانا قلت اضرب همومها ومشاكلها بالطرق بتاعتها بكل حاجه. يبقى نتمنى من سيد اللواء عادل لبيب وهو قاعد عمال يجهز حركه المحافظين، يعني عايز اعرفه ان في اعمار جديده نزلت السوق 40 45 سنه، مش شرط يبقى كلهم فوق ال 60 وال 70، مع كامل الاحترام لشخصك الكريم بس حضرتك متجاوز في سن ال 70 هتلاقي ان الستين ده زي الفل. عايز اقول لك 65% من تعداد الشعب المصري اقل من 35 سنه، فخلينا نجيب بقى شويه كده شباب يعني عشان الناس هيزهقوا هيتخنقوا هيملوا. خلينا ناخد محمود من اسوان. ازيك يا محمود؟ محمود من اسوان صوتنا ما وصلش اصلا. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اتفضل يا محمود. ايوه معاك الدكتور محمود غزالي. دكتور محمود ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. انا استاذ محمد قول لي ازاي نختار المحافظ لاسوان مثلا؟ وانت طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك. وانت طيب. كيف نختار محافظ لمحافظتك في اسوان؟ انا والله بحكم ان انا موجود هنا في اسوان من سنه 75. نعم. ايوه سامع حضرتك. وانا بشتغل اصلا الترند بتاعي والمجال بتاعي في صخور الجرانيت. نعم. طب قول لي يعني المحافظ بالنسبه لمحافظه زي اسوان وهي محافظة سياحية، هل نجيب المحافظ من داخل محافظة أسوان أو من الصعيد مثلا؟ ولا يجي لك واحد من الوجه بحري مثلا؟ لا أنا بتكلم بصفة عامة، إن المفروض يبقى موجود في المحافظة، مش شرط إن يبقى من أهالي أسوان، ولكن المفروض يبقى موجود يكون عايش المجتمع المدني بتاع أسوان وعارف المشاكل بتاعته كلها، سواء نعم. كان من أسوان أو من خارجها. نعم. يبقى حضرتك بتؤيد فكره ان المحافظ اللي يجي يبقى عارف كل مشاكل المحافظ. طب هو بيبلغ لي بالتليفون، يعني بيجي لي اللي هو عادل لبيب يقول لي يا خير تعالى بكره انت هتمسك محافظه كذا، ماشي؟ بما اننا شرقاوي هتمسك محافظه الشرقيه. فخلاص بروح واحلف اليمين وشكرا، لسه بروح بقى اقعد لي كام شهر، انا ممكن ما اكونش نزلت المحافظه اللي انا رشحت ليها اساسا. هبقى احكي لكم مره قصه على الله يرحمه دكتور احمد جويل لما كان ماسك محافظ دمياط وعامل شغل حلو قوي. مره حكى لي قصه الله يرحمه وقال لي انا فوجئت لقيتهم بيقولوا لي تعالى عايزين لك بسرعه، وانا في الطريق بسالهم انتوا عايزين لي ليه؟ قالوا لي علشان تطلع على محافظه الاسماعيليه وتمسك المحافظه. ده كان بيحصل في مصر، شكله كده لا يزال بيحصل. ناخد مصطفى من اسكندريه. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا بتمنى ان المحافظ يكون اولا من اسكندريه. نعم. يعني بالنسبه لنا كاسكندري بتمنى ان المحافظ لازم يكون من اسكندريه. نعم. ولازم يكون عمره ما يتعداش 45 سنه. عمره ما يتعداش كام؟ اتمنى ال 45 سنه. نعم. واتمنى ان هو ما ينزلش في الشارع كتير، انا حابب ان هو يبقى باصص على اسكندريه من فوق. نعم. ونزلته تبقى نازله فعلا ليها اهميتها وليها قيمتها في ال ما ينزلش يقعد يلف كده عمال على بطال. لا 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 انا عايزه هو اللي يوجه. حضرتك احنا في عندنا في اسكندريه الجامعه محتاجه توجيه كدكاتره. الهيئات الحكوميه جميعها من شهر عقاري لمرور لكذا لكذا لكذا. الموظفين نفسهم عليهم ضغوط، والضغوط دي بتطلع على المواطنين اللي بيتعاملوا معاهم. نعم. انا حابب ان المحافظ يبقى شايف ده ويحاول يحله لي، انما انا هفرح ازاي بقى ان هو ينزل يروح داخل مستشفى كبير مثلا الاقيها اليوم اللي هو دي. بعد اذنك استاذ مصطفى اللي انا بقترحه انه المحافظ يجي يقدم لي تصور لحل مشكلات المحافظ، يقول مثلا انا همسك ثلاث ايوه بالظبط كده حضرتك، ده اللي هحلهم في قد ايه عشان اعرف احاسبه كرئيس جمهوريه او رئيس حكومه. اشكرك مصطفى. هاخد وليد من القاهره. اتفضل وليد.
وليد مش معانا، عايز اقرا رسائل جات لي. شهدان محمد، كل كلامك صح وفعلا المحليات كلها فساد، وفعلا لازم المحافظ ياخد صلاحيات. محافظ في مصر من الاخر ما عندوش صلاحيات، عشان ما نقعدش نرطرط ونشكي ونجيب المحافظ هنا ونطلع عينه، ما عندوش صلاحيات. انا بحكي لك اهو، والميزانيه اللي بتروح للمحافظه عايز اقول لكم لا تسر عدو ولا حبيب. محافظه كبيره زي الجيزه بقول لك ميزانيتها 6 مليون جنيه في الشهر، ده لو جه يلم زباله في يوم واحد في محافظة الجيزة مش هتكفيه 6 مليون، وبعد كده احنا شاطرين بقى نقعد نجيب المحافظ ونطلع عينه وتدخل المشاهدين كل ده على عينه وعلى راسي، بس عايز الجد ولا ابن عمه؟ الجد المحافظ يجي النهارده يبقى في سن معقول من 40 ل 50 يقدم رؤية ازاي هيحل مشاكل المحافظة، يديني جدول زمني انا اعرف احاسبه، انما اللي بيحصل كلام غير تاني زي ما حضراتكم عارفين، علشان كده بقول له يا ريس لو سمحت احنا مش مستعجلين في تغيير المحافظين. نتأنى نختار شباب كويس عندهم طاقة، والأهم ناس عندها رؤية، وما تفاجئش ناس في أقصى الدنيا بمحافظ ولا زار هذه المحافظة ما يعرفش حتى العصبيات. أخد أحمد من القاهرة وإبراهيم من شمال سيناء، اتفضل يا أحمد. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور حبيبي، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. دلوقتي سيادتك المحافظين. نعم. ألو؟ سامع حضرتك. ايوه يا استاذ محمد، المحافظين النهارده سيادتك احنا بنتكلم في المحليات. نعم. طول ما الادارات الهندسيه تبع المحليات هيفضل الفساد موجود. الادارات الهندسيه لابد ان تعود الى وزاره الاسكان. يبقى الاشراف عليها هم مع بعض. نعم. لكن النهارده بيجي رئيس حي ما هوش عارف قوانين الاسكان. نعم. ولا عارف القصه دي، فمن هنا بينشا الفساد. نعم. والابواب الخلفيه، سواء المحافظ او الكلام ده كله. احنا بنتكلم في الشباب. اذا كان الوزير او اللي كان وزير فوق السبعين سنة هيجي منين الشباب اللي هو لحد الخمسين سنة؟ لا عايز اقولك اللي بيختار حركة المحافظين السيد اللي هو عادل لبيب، ما هو فوق السبعين، فوق السبعين والخمسة وسبعين. فاقد الشيء لا يعطيه يا استاذ محمد. فاقد الشيء لا يعطيه. رسالتك لازم تكون وصلت للرئيس السيسي مباشرة، وانه هو لازم يعرف ان احنا فعلا محتاجين ناس في هذا السن من 40 ل 50. ده احد الحاجات اللي احنا طالبينها، احنا طالبينه يكون من داخل الاقليم بتاع المحافظه، يقدم رؤيه للرئيس السيسي ورئيس الحكومه، يقول احل مشاكل المحافظه 1 2 3 3 مشكلات حتى، وادي لهم وقت. اخد اخر اتصال تليفوني، ابراهيم من شمال سيناء، اتفضل يا استاذ ابراهيم. ايوه السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. كنت طيب وصح وسلامه. عايز ايه محافظين لشمال سيناء؟ انا ابراهيم صباح من شمال سيناء. اهلا بحضرتك، ايه المواصفات اللي عايزها للمحافظ عندك؟ محافظ شمال سيناء دي نمرة. نعم. واحد. نعم. نمرة اتنين، تتكون له مجموعة من مساعدينه من قبائل شمال سيناء كلها على مستوى القبائل. نعم. وتبقى معاه صلاحياته، ويكون معاه المحافظ صلاحية انه ياخد القرار من عنده بمشاورة الاعضاء بتاعته، النواب بتاعته من جميع قبائل شمال سيناء، ويتخذ القرار. وعايزين تنمية لشمال سيناء. نعم. انا بشكر حضرتك استاذ ابراهيم من شمال سيناء، دي عينه كده عشوائيه بسرعه من مداخلات الساده المواطنين المشاهدين، واحنا كلهم بيتفقوا على ان احنا عايزين محافظ من سن 40 ل 50، عايزين محافظ من داخل الاقليم، ما بقولش المحافظه فقط، وسع الدايره يا سيدي شويه، محافظ بالغربيه من المنوفيه يبقى يكون موجود من داخل اقليم وسط الدلتا، عايزين محافظ عنده رؤيه يقول انا احل مشكله 1 2 3 بتوقيت زمني كذا، ويقدمه لرئيس الجمهوريه كل شهرين ثلاثه، رئيس الجمهوريه يسحب الملف يتصل بيه، انت يا محافظ قلت لي هتعمل كذا في الزباله اتحلت، يقول له وتعالى شوف، يبعت له حد يتابع وهكذا. انما نظريه نختار بقى ده وده صاحبي وده حلو وده 60 و70 سنه وشفته في التلفزيون كان كده، هنحصد النتيجه السيئه. مين بيتعامل ده في الاخر؟ رئيس الجمهوريه الذي وثق فيه الناس وادوا اكتر من 95% من اصواتهم عندما ذهبوا لصناديق الرئاسه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل خلينا نوه النهارده بمناسبه مولد النبي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، هيكون عندنا سهره موسيقيه غنائيه هتسعدكم والله، فيها لاجل النبي وصلاه الزين واغاني جميله جدا هتحبوها. وفي الفقرة الطبية ده بفرقة كنوز،
بقيادة المطرب محمود درويش. وعندنا في الفقرة الطبية النهاردة هنتكلم على أمراض الحساسية، حساسية الصدر، شفى الله كل مريض وعافاه بسبب فصول الشتاء والتغيير والجو السيء ده، هيشرفنا دكتور حسام مسعود. بعد الفاصل عندنا قراءة سريعة في عناوين وأخبار مهمة حصلت النهاردة وبكرة لازم نتكلم عنها، وأيضا عندنا مداخلات مهمة جدا لازم نفتح بيها هذه الحلقة. نطلع فاصل قصير ونرجع، وكل سنة وانتم طيبين، وانتظروا فرقة كنوز. أشهد أن محمد رسول الله. بقدر التحية بحضراتكم. النهاردة 13 مصري مسيحي تعرضوا للاختطاف في ليبيا، وده هذا الحادث جه بعد اختطاف 7 مسيحيين آخرين كانوا في طريق العودة إلى القاهرة. خلوني نتابع هذا الموضوع مع نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والمفوض من الكنيسة بمتابعة أوضاع المصريين المسيحيين العالقين بالأراضي الليبية. مساء الخير نيافة الأنبا بولا. أهلا أهلا أهلا، وحشتنا. كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك وعام ميلادي جديد علينا جميعا يا رب. وسعادتك طيب حبيبي، ازيك؟ عاوز أعرف في حضرتك إيه آخر تطورات أوضاع المصريين المسيحيين اللي اختطفوا؟ أولا لابد أن نؤكد تعاطف كل المصريين. نعم. لابد أن نؤكد ان الكنيسة متأثرة جدا من اجل ابنائها دون ادنى شك، ولكن لابد ان نؤكد ايضا الظروف الصعبة جدا التي تعيشها ليبيا في هذه الايام، وخاصة في منطقة سرت وما حولها. نعم. لا يوجد اي سلطان للسلطات الليبية في تلك المنطقة، اذا شوارع طرقات غير آمنة لأنها غير مؤمنة إطلاقا من قبل الدولة. نعم. غياب كامل للدولة في هذه المنطقة، ومع ذلك الدولة المصرية تحت ريادة وزارة الخارجية بالتعاون مع جهات أخرى داخل مصر تعمل على أرض الليبية من خلال جهات متعددة حكومية وغير حكومية، وبالأكثر الغير حكومية، تبذل مساعي يعني غير مسبوقا بهذا الجهد لمحاولة استرجاع هؤلاء وغيرهم. يعني الموضوع ده موضوع مش أول مرة ولا ثاني مرة. نعم. ولا ثالث مرة. يعني طب في نتائج نيافة الأنبا بولا؟ في نتائج على الأرض تمسك هو أنت مسكتها؟ محدش يقدر يتكلم حاليا. نعم. عن إيه الخطوات ولا إيه النتائج، لألا يؤدي الكلام عنها في هذه المرحلة الى اجهاض كل الجهود التي تبذل الان، انما على ارض الواقع في جهود مبذوله من جهات متعدده، سعي مشكور لاجل محاوله اخراج ولادنا دول. طب نيافه الانباء عايز اقول لحضرتك، وزي ما حضرتك عارف ده مش الحدث الاول، ده الثاني او الثالث، يعني هل الكنيسه نعم ولن يكون الاخير. طيب ما انا قصدي علشان بقى يكون الاخير، هل الكنيسه ممكن توجه رساله لولادها؟ لا الموجودين. بنوجه، وانا بشكر حضرتك لهذا الكلام لان من خلال حضرتك اسمح لي انا اوجه الرساله مش بس للاقباط. لا ما انا عايز اقول كل مصريين. مصر بصفه عامه مستهدفه.
نعم لوقوفها ضد هذا التيار، وبالتالي كل المتطرفين مستهدفين. نعم ولكن لا ننكر أن الأقباط بصفة خاصة مستهدفين بالأكثر، لأن المجموعات دي مجموعات متطرفة. عندك سبب؟ عندك تفسير؟ الجماعات المتطرفة نعم طبعا تكفر الآخر، فإذا بحثت سوف تبحث عن الكافر أولا حسب وجهة نظرهم. إنما عايز أقول أنا المصريين عامة والأقباط بصفة خاصة مراعاة الآتي. نمرة واحد، نعم الموجودين في مصر ألا يذهبوا نهائيا لليبيا في هذه الظروف. نعم يقول لك ملناش أكل عيش هنا. هقول له اقتسم الرغيف بينك وبين أخوك وما تروحش، لأن نقطة الدم منك لا يعادلها أي ثمن. نعم وجود قلق مصر عليك وأهلك عليك وكنيستك عليك لا يعادله أي ثمن. نعم أنت رايح إلى المجهول، أنت وكأنك تذهب للانتحار. دي أول نقطة. نعم اللي موجود ما تسافرش. تاني نقطة وتاني نقطة اللي جه في أجازة استنى ما ترجعش. هتقول لي مستحقات، هقول لك ضح بيها مرحليا أو انتظر عليها وقتيا إلى أن يستتب الأمن هناك تروح تطالب بحقوقك. نعم. إنما عشان تروح تطالب بحقوقك لا ترجع أنت ولا ترجع حقوقك، ذنب عيالك إيه؟ ذنب عيلتك إيه؟ ذنب شعبك إيه؟ نعم. النقطة الثالثة أقول لأولادنا اللي قاعدين هناك عندما تحين الفرصة وتاخد ضوء أخضر من الدولة المصرية هنا بإمكانية تأمين طرقات لتأمين مواصلات ترجعوا، ارجع فورا. طب اخر سؤال، انتوا تواصلتوا مع الخارجية المصرية؟ انا اكمل بس عشان نقطة مهمة قوي، انا عشان باخد وقت كالعادة. مهمة قوي ان هو حاليا النهاردة بكرة بعده ما ينزلش الشارع، ما يحاولش ياخد الطرق البرية للوصول الى مصر لانها غير مؤمنة. لازم ننتظر الى تخطيط من الدولة مع ليبيا بشكل او اخر لتأمين الطرقات لإجلاء المصريين من منطقة إلى أخرى، منطقة أخرى أكثر أمانا. نعم. هنا هتقول لي أنت في تواصل مع الوزارة. أنا نعم. قابلت السيد الوزير بنفسي. وزير الخارجية. وزير الخارجية بنفسي قابلته وتناقشنا في تفاصيل كثيرة. نعم. وأعلم الكثير من الأمور، لكن لا يمكن الخروج بها الإعلام في هذه المرحلة. نعم. في نفس الوقت على تواصل تليفوني دائم مع سيد سفيرنا في ليبيا والموجود في مصر حاليا مع قيادات عديدة في وزارة الخارجية في تواصل بين التليفون. طب حضرتك راضي عن أداء الخارجية في إدارة الأزمة؟ أنا مش شايف أن الخارجية ممكن تعمل أي حاجة ولا الدولة المصرية ممكن تعمل أي حاجة في هذه المرحلة أكثر من اللي بتعمل. إنما هي المشكلة إيه؟ إنها بتعمل في صمت وفي سرية لألا تجهد هذه المحاولات. صح صح خاصه في عمليات الخطف انها لا تعمل. لا 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 خاصه في عمليات الخطف لازم تحط بالسريه. طبعا 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 تعمل في صمت، وارجو ان نحافظ على سريه عملها حتى تنجح في رسالتها. اشكرك نيافه الانبا بولا اسقف طنطا وتوابعها والمفوض من الكنيسه لمتابعه اوضاع ملف المسيحيين العالقين بالاراضي الليبيه. عايز اقول لحضراتكم بكرة الأحد بمشيئة الرحمن وزارة الإسكان هتطرح 20,000 وحدة من الإسكان الاجتماعي في 18 محافظة بمساحة الوحدة السكنية في حدود 90 متر، 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، وهتكون جاهزة للسكن فورا وهيتم طرحها بنظام التمليك. معايا على التليفون مهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية. مساء الفل يا باشمهندس. يا أستاذ محمد ازي حضرتك؟ كلت حلاوة المولد ولا لسه؟ الحمد لله يا فندم كل سنه وحضرتك طيب، ويعني كل المصريين بخير بنسبه المولد النبوي وبنسبه اعياد الاخباط، ويعني ان شاء الله السنه دي تبقى اكثر تفاؤلا واحسن تقدما لبلدنا ان شاء الله. كل ده وانا بسالك كلت حلاوه المولد ولا لا؟ ما قلتليش كلتها. على قدنا كده يا فندم. طيب ماشي، قول لي بقى ايه تفاصيل المشروع بتاع بكره الاسكان الاجتماعي؟ وزاره الاسكان بتطرح 20,000 وحده سكنيه في 18 محافظه 90 متر متشطبه. ده حضرتك مشروع اللي هو اللي احنا بنطلق عليه مليون وحده سكنيه حضرتك، ده الاعلان الرابع الحمد لله. نعم. النهارده كده طرحنا قبل كده ثلاث اعلانات 52,000 وحده. نعم. ال 20,000 دول حضرتك يبقى وصلنا لحوالي 75,000 او 72,000 وحده. زي ما احنا قلنا حضرتك احنا كل شهر او شهرين لحد اقصى هيتم اعلان على عدد من الوحدات اللي انتهت تماما بكميات المرافق لمحدودي الدخل بالشروط اللي احنا كنا اعلناها حضرتك. احنا بنحاول نستهدف فعلا لمحدودي الدخل.
بقدر الامكان. الشقه دي حضرتك زي ما حضرتك ذكرت مساحه حوالي 90 متر، ثلاث غرف وصاله ومطبخ، وكابينه المرافق تماما. احنا النهارده ما بنعملش الاسعار والتقديم ازاي؟ الاسعار حضرتك احنا تقديم خمسه بيدفع 5000 جنيه ومع بعض المستندات لحد ما يتم الاستعلام. استكمال الحياه لحد 15% اللي هي حوالي 17000 جنيه اللي هيستكملهم. هناك دعم من الدوله، دعم مباشر 5000 ل 25000 جنيه، الوحده كلها حضرتك 835، فبياخد الدعم 110. القسط هيضرب على 20 سنه، بيبتدي من اول 480 جنيه في الشهر حضرتك لمده 20 سنه. فدي طبعا بالنسبه لمحدود الدخل وفئه الشباب، اعتقد دي بدايه جيده جدا ليهم، كلها مراتب جيده وتشطيبات على اعلى. الشقق دي اتبنى منها حاجه ولا لسه؟ دي خلصانه يا فندم، استلام فوري يا فندم. ده اولا بيقدم ورق، بيقدم الورق بتاعه يتم الاستعلام، وعلى طول حضرتك بيستلم الشقه حضرتك. وهيتم الاستعلام. طب بدات الاستلام من امتى؟ الاستلام حضرتك هو جاهزين دلوقتي، يعني هو بيقدم مستنداته بس. زي ما بقول لحضرتك دي احنا بنحاول بقدر الامكان نوصل لهذه الشقق مستحقيها، لان هذه شقق مدعومه من الدوله. بنعمل الاستعلام حضرتك على المستندات اللي هو بيقدمها، عنه عن زوجته ان هو ما يتركش اي وحده سكنيه، ما عندوش ارض ما يستقبلش. الحد الاقصى لسن المتقدم كام؟ الحد الاقصى حاليا حضرتك 45 سنه، واحنا يعني مقدمين لمجلس الوزراء. مهندس خالد، معقول الخط قطع؟ كنا عايزين نساله على المعاقين. ايوه معايا حضرتك، اتفضل. الحد الاقصى يا فندم حاليا 45 سنه، واحنا رافعين مذكره لمجلس الوزراء حضرتك ان احنا نرفع السن ل 50 سنه الحد الاقصى بيها. طيب اخر سؤال عن المعاقين ونسبه ال 5%، هيقدموا ازاي واحكي لي يعني. هو بيقدم حضرتك زي بيت المواطنين حضرتك، ولكن حضرتك بيقدم ورق ان هو عنده نسبه من الاعاقه، ودي حضرتك بتاخد لها يعني طريقه اخرى خالص، هم لوحدهم ينفصلوا، وفي 5% زي ما حضرتك ذكرت يبقى ليهم يعني زي توزيع لوحدهم او تخصيص لوحدهم مختلف عن باقي المواطنين. انا بشكر حضرتك مهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشؤون الفنيه، موضحا لنا تفاصيل طرح وزاره الاسكان غدا اول دفعه ل 20000 وحده من الاسكان الاجتماعي في 18 محافظه بمساحه 90 متر، ومعلقا عن 5% نسبه المعاقين. النهارده اعلن عن وفاه الحاله الثانيه للاصابه بانفلونزا الطيور بالمنوفيه اللي اعلنت دي الدكتوره هناء سرور وكيله وزاره الصحه بمحافظه المنوفيه عن وفاه الحاله الثانيه للاصابه بانفلونزا الطيور بمدينه اشمون لشخص يدعى سلامه شكري السيد الفيومي 45 سنه. خلينا ناخد بقى التفاصيل بالكامل. معايا على التليفون الدكتور عمرو انديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه. مساء الفل. مساء الخير استاذ محمد، كل سنه وحضرتك طيب. انت بألف صحه وسلامه. النهارده الحاله دي انتقلت الى رحمه الله؟ لا، هي دي توفت من اول امبارح، واحنا في خلال عام 2014 من يناير لحد اخر السنه 2014 اجمالي عدد الحالات الظاهره للانفلونزا الطيور 29 حاله، توفي منهم 12 حاله. هي دي كانت الحاله 12 الحالات اللي ظهرت في 2014، وتم شفاء 13 حاله منهم. لا ده 2014 وحضرتك قلته قبل كده. في 2015 فات اربع ايام، فات كم؟ ما انا بس هقول على الحاله دي الاول، بعد كده هبلغ وبعد كده حضرتك توفي منهم زي ما بقول 12 حاله، وتم شفاء 13 حاله، وفي اربع حالات تحت العلاج في المستشفيات. نعم. السنه دي بدايه من اول السنه والنهارده في يوم 3 في عندنا حاله واحده، ودي لطفله عندها اربع سنوات من الشرقيه من العاشر من رمضان، وهي حاليا محجوزه في مستشفى حميات العباسيه وحالتها مستقره. طب يبقى احنا عندنا حاله وفاه واحده بس؟ يا فندم عندنا حاله وفاه، هي توفت يوم 1/1 بس، دي من الحالات بتاعت يعني اللي هي تم اكتشافها في اخر شهر 12. طب حضرتك من اسبوعين قلت لي ان المريض اللي مات في بني سويف وما كانش مصاب بالحصبه، طلع بعدها المريض مات بالحصبه وعائلته تعرضت للعدوى. لا يا فندم حضرتك عبر. هل ممكن تجي لك بيانات مغلوطه من المحافظات؟ بص يا فندم، اول حاجه حضرتك، هي احنا البيانات اللي جات لنا من المحافظات، من محافظه بني سويف كان من وكيل وزاره هناك في بني سويف ومدير مستشفى بني سويف العام ومن حميات بني سويف، كل البيانات اللي جات لنا ان هذا الطفل كان عنده التهاب رئوي ولا يعاني من اعراض مرض حصبه. دي كل البيانات اللي جات لنا من هناك اللي انا بناء عليها رديت على حضرتك وقلت لك البيانات اللي انا قلتها. بعديها بالظبط ب 10 ايام اخوه فعلا اخوه كان عنده حصبه وتم علاجه وخف من المستشفى، اخو الطفل دوت. لكن دي البيانات اللي كانت موجوده، واحنا بعتنا حد يتاكد من البيانات، بس طبعا
انا الطفل كان توفاه الله، فاحنا يعني ما اقدرش، لكن البيانات اللي جايه لنا من المحافظه من وكيل وزاره هناك ومن مدير مستشفى حميات بني سويف او مدير مستشفى بني سويف العام ان الطفل كان يعاني من التهاب رئوي وما كانش يوجد عليه اي اعراض لمرض. اخر سؤال دكتور عمرو، شايف 2015 فيما يتعلق بانفلونزا الطيور حالات اقل من العام الماضي ولا في تزايد؟ انفلونزا الطيور انا متوقع، حضرتك احنا متوقعين من اول 2000 من شهر 11 او نوفمبر ان في زياده في حالات انفلونزا الطيور، والزياده دي توقعاتي ان هي هتنها مستمره لحد شهر ابريل، عشان كده يجب اتخاذ عده اجراءات. ما هي هذه الاجراءات؟ اول حاجه في اجراءات عينه كوزاره الصحه احنا بنعملها، في جزء ثاني مهم جدا في وعي المواطنين اللي هو اي شخص بيتعامل مع طيور ويجيله اعراض انفلونزا ما دام بيتعامل مع طيور حيه معاه في البيت او هم مربينها في البيت او اشتروا فراخ حيه من اي محل بيع طيور وجابوها وذبحوها ونضفوها في البيت يجيله اي اعراض انفلونزا يتوجه في خلال اول 24 ساعه. الحاجه الثانيه المهمه جدا هو مرض انفلونزا الطيور ده الاساس بتاعه ايه؟ يعني ايه سبب الاصابه؟ سبب الاصابه ان في عندنا اصابات في الطيور. لازم واحنا في تنسيق مع لازم الهيئه العامه للخدمات البيطريه وزاره الزراعه مع جهات اخرى ان هي تحط يبقى في خطه متكامله ان انا اقلل عدد الاصابات في الطيور، البؤر المصابه في الطيور، عشان طول ما في بؤر مصابه في الطيور كثيرا فده بيؤدي ان في اصابه للانسان. لازم يبقى في تقليل بالاضافه للاصابات في البؤر اللي في الطيور. الحاجه الثانيه مهمه جدا الاصابات اللي موجوده في الطيور، ففي طيور بتبقى ناشقه، ففي دور مهم جدا كمان على المحليات عشان يبقى ازاي التخلص من الطيور الناشقه عشان ما تترميش يعني في الترع والترع والمصانع في الترع وفي الشوارع والكلام ده، وبالتالي يؤدي الى انتشار الفيروس. هي مجموعه جهات كثيره، كل ده لازم كله فيما يخص يعني الصحه، الاعلام عشان الوعي، الزراعه، المحليات، كل ده يشتغل، كل واحد الدور بتاعه مهم جدا. لكن في الاخر احنا كصحه بيجي لنا حاله الاصابه، هو الاصابه سببها ايه؟ زي ما بقول لحضرتك ان هو في طيور مصابه هي اصابت، التخوف مش من طبعا الحالات دي. لما بيحصل عندنا في السنه 29 حاله، وممكن السنه دي احنا بنتكلم اما بنقول لحد شهر ابريل هيحصل حالات كل شهر ممكن من 10 ل 15 حاله شهريا، ده توقعي ممكن اكتر من كده كمان. ويعني واي شخص او اي طفل او اي اسره او اي حد بيموت او بيصاب دي حاجه يعني احنا يعني ناسف ليها جميعا. لكن التخوف كمان ان احنا عاوزين لازم نتحكم في المرض في الطيور عشان لا قدر الله لا قدر الله ما يحصلش اي تغيرات في الفيروس، وحتى هذه اللحظه لم يحصل لم يحدث وان شاء الله لن يحدث. دكتور عمرو قندير رئيس قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه، بشكر حضرتك على مداخلتك. والنهارده عندنا جوله في صحافه الغد، عندنا كم خبر مهم جدا يستحق مننا التعليق. الخبر الاول يا اخوانا جاي من المصري اليوم عن تكدس في مطار الغردقة بسبب مغادرة الاف السياح بعد الكريسماس. الخبر بصراحة مستفز، مدير المطار بيقولك 20 رحلة غادرت الى روسيا ودول اوروبية خلال ساعتين فقط. طيب عايز اقول لحضراتكم لما انت تشوف خبر زي ده، مش احنا قاعدين يا اخوانا نتنشع على السياحه وعمالين يا رب سياح يا رب سياح؟ اتنين، مش احنا عارفين ان دايما السياحه بتزيد في الكريسماس واعياد راس السنه والكلام ده؟ تلاتة، ازاي لم نستعد لهذا الحدث يعني؟ وبعدين مطار الغردقه لماذا لم يوضع على منصه التطوير؟ مطار الغردقه بيكلمونا في 20 رحله يعني، و 20 رحله غادرت الى روسيا ودول اوروبا، ليه دايما عندنا رد الفعل متاخر بهذا الشكل؟ يعني كيف لم نتوقع ان يكون عندنا اعداد سياح بهذه الضخامه؟ في هذا البرنامج كل مره هنقعد نتكلم لازم بعد ثورتين نتغير، لازم الاخبار دي ما ينفعش نجدها مره اخرى، بمعنى تاني لازم يكون عندي رئيس جمهوريه ورئيس حكومه وزير طيران وزير سياحه بيتابع في 31 ديسمبر الجاي، ما ينفعش الطوابير دي تكون موجوده تاني. الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي طوابير طلعت بره المطار، بالنسبه ايه الصوره اللي انت بتصدرها للعالم الخارجي وانت بتقول له لو سمحت تعالى قضي عندنا فتره طيبه وعندنا موسم سياحي جاذب؟ اكيد منظر زي ده ما حدش هيجي لك. يبقى السؤال فين التنسيق في حدث زي ده؟ جالنا 45,000 سايح بالعدد عايزين يقضوا راس سنة في الغردقة، مش عارفين نظبط الدنيا، اتعذبوا وهم بيسيبوا مصر. اخر رسالة جات لهم في ذهنهم، اخر صورة انطبعت عندهم صورة سيئة، هيرجع تاني ازاي وهو شايل هم هذا المشوار؟ ارجوكم ارجوكم ارجوكم
عايزين بقى التفكير يتغير. ده خبر مهم حصل وهتقروه بكرة في جرايد الغد. ايضا خبر بقى يثير يعني ايه الضحك. اسمعوا معايا الخبر ده. جريدة الوفد النشرة بكرة اليوم اللي هو الاحد اول اجتماع لحكومة الظل الوفدية بعد اعادة تشكيلة. النوع ده يا اخوانا من الاخبار بيزعلني. حكومة ظل ايه؟ بتعمل ايه حكومة الظل دي اللي بنسمع عنها بقالنا سنين وهي عبارة عن شوية ناس قاعدة عمالة تلوكلوك. هتعمل ايه بالذمة حكومة ظل؟ عايزين يا اخوانا الاحزاب تكون على مستوى الحدث السياسي، على مستوى الحدث. مصر بتمر بظروف صعبة، اي نعم، وبعد كده القوى السياسية والاحزاب زعلانين ان رئيس الجمهورية لم يلتقي بالقوى السياسية حتى الان. ما علشان ده هذا النموذج استمر عشرات السنين في عهد مبارك، وانتهى لانه مبارك قاعد يقول ايه خليهم يتسلوا. فالنتيجة مش معقولة برضو بعد ثورتين نفس الاداء الباهت. يا راجل يا طيب، بدل ما تعمل حكومة ظل اساسا ولا نعرفها ومحبوسة عندك في الادراج ولا في اوضة بيشربوا شاي وسحلب علشان الجو ساقع، خلوهم ينزلوا يقابلوا الناس، يعرفوا الناس ان في حزب اسمه الوفد وان في مرشحين. هو تفكر المواطن هيديلك صوته علشان حضرتك عامله خزعبلة اسمها حكومة ظل؟ عايزين الناس تحفظ اسماء الاحزاب. عندنا 95 حزب في عين العدو. اتحداك لو انت دلوقتي افتكرت 5 اسماء، ولو افتكرتهم ابعتهم لي على 9 11 70. دي من الاخبار اللي احنا هنشوفها بكرة فين؟ في عام 2015 مطار الغردقة، بنفاجئ ان السياح مركونين وحزب الوفد بيقول لك اجتماع حكومة الظل عشان يشربوا سحلب، ويقول لك ليه ما بنفوتش او ليه الناس مش عارفان. في خبر مهم بكرة هتقروه في الجرائد. وزارة المالية بتتكلم عن ارتفاع عجز الموازنة ل 108 مليار جنيه. العجز ده بالمناسبة على 5 شهور بس، من يوليو لحد نهاية نوفمبر. امال بنهاية السنة العجز هيوصل لحد فين؟ طب هنعوض العجز ده منين؟ موازنة الدولة هتعمل ايه علشان تسد هذا العجز؟ هل عند الحكومة رؤية لخفض هذا العجز؟ يعني مفروض الحكومة قالت انها هتقفل الموازنة في 30/6 القادم مديونة ب 240 مليار جنيه هتستلفهم السنة دي. مفروض ال 240 يبقوا 210. ليه 210؟ علشان دعم البترول، والبترول قل. طب ازاي يستمر هذا العجز؟ عايز اقول لك الخبر ده اعلنت عنه وزارة المالية النهاردة. اعلنت عنه وزارة المالية، ركز معايا. عندنا عجز 108 مليار في 5 شهور، متوقع عندنا عجز؟ اه طبيعي. بس احسب العجز كده هتلاقيه هيتجاوز النسبة المقررة ليه. في المقابل بقى الجهاز المركزي للمحاسبات مطلع تقرير النهاردة مفجع، بيقول لك ايه؟ 158 مليون جنيه خسائر بسبب عشوائية مشروعات وزارة الصحة. هقرا لك الخبر تاني، بكرة هتقرا الخبر ده. الجهاز المركزي للمحاسبات 158 مليون جنيه، 158 مليون جنيه خسائر بسبب عشوائية مشروعات وزارة الصحة. خبر نشره بكرة اليوم السابع. طيب عرفتوا منين بقى العجز بيجي؟ علشان العشوائيات دي. هات يا وزير المالية بنفتتح مستشفى بنعمل حاجة. عايز اقول لك ايه بقى؟ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد ان وزارة الصحة انفقت 158 مليون جنيه على مشروعات عشوائية في وزارة الصحة. عبارة عن ايه؟ شاسيهات، عارف ماكيت مبنى مستشفى، لكن تخش ما تلاقيش خدمة. تخيلوا كل ده جهاز المركزي للمحاسبات بيقول لك حتى اللي وزارة الصحة انشأت مستشفيات في مناطق مش محتاجة مستشفى. تخيلوا 158 مليون جنيه. انا اطالب السيد رئيس الوزراء، مش عايز اصعد الموضوع، بس رئيس الحكومة يجيب وزير الصحة يقول له دكتور عادل يرضي مين؟ يعني ده يرضي مين؟ عندنا دولة عندنا عجز 108 مليار جنيه في 5 شهور، وانت يا وزير الصحة عامل لي مشروعات فنكوش ب 158 مليون جنيه، يرضي مين؟ يا اخوانا ما ينفعش المسؤولين في البلد يقلوا الاخبار دي ويقلبوها كده. انا ليه جايب الاخبار دي النهاردة؟ عشان احنا في اول السنة الجديدة،
وعشان مفروض هيبقى في تغيير وزير وتغيير محافظين. اذا الفكر ده يا اخوانا ما تغيرش احنا رايحين في سكة وحشة. انا بكلمك بصراحة ما ينفعش نقرا الاخبار دي. انا عمال ارص لك نفس السيستم بتاع عشرات السنين، سياح مرطرطين بره بيدولك صورة سيئة، عجز 108 لا يزال يتواصل، انفاق سفيه او على مشروعات وهمية في وزارة الصحة، وحزب بيعلن حكومة ظل فانكوش. يا عم يطلع للحقيقة بقى، هي ناقصة ظل ولا احنا في خيال الظل؟ تعالوا ننقل على خبر مهم جاي بكرة ايضا في اليوم السابع، كلاكيت رابع مرة، تعديلات جديدة في حركة المحافظين بسبب تقارير رقابية. عايز اقول لكم ان حركة المحافظين ذهبت للسيد رئيس الجمهورية 3 مرات، ومن الاخر كده اتحط فيها اسماء مشمومة. انا بقول لك وش، وهذا الكلام انا سمعته من مسؤولين كبار في الدولة، لدرجة رئيس الجمهورية قال لهم عيب اختشوا، لدرجة ان رئيس الجمهورية التقى بعدد من ممثلي اجهزة رقابية كبيرة في الدولة وقال لهم اختشوا، عايزين نجيب محافظين على الفرازة. النهاردة اللواء لبيب، عادل لبيب، لسه بيجهز الحركة وبيجيب تقارير رقابية، حتى الاشخاص قائمة بدلاء جديدة هيرفعها للرئيس بدل المشبوهين اللي هم ليسوا فوق مستوى الشبهات. 4 مرشحين من ضمن 14 مرشح كانوا رايحة اسمائهم للسيد رئيس الجمهورية، جت تقارير رقابية قالوا الاربعة دول شمال. طب هو احنا بقينا شعب كده مش عارفين نختار حتى محافظ؟ انعدام الكفاءات، هل احنا بنخترع ان احنا نعمل محافظين جداد مش عارفين نربي الجيل التاني والتالت؟ وازاي الاجهزة الرقابية وهي بترشح بتقول ده ممكن يعدي في الدوكة كده؟ يعني هو الرئيس هيبقى عارف كل الناس؟ عدي عبد سميع عبد صمد الدنيا تمشي ازاي؟ هل الحكومة في وادي والرئيس في وادي؟ هل الرئيس لما بيقول انا عايز محافظين اكفاء النتيجة تطلع كده؟ بنقدم تقارير لاشخاص للرئيس محافظين ويطلعوا شمال؟ بالذمة ده كلام؟ بعد ثورتين ده بيحصل، خلي بالك. انا عمال اجيب لك شوية الاخبار دي عنوانها ايه؟ للأسف نسير على نفس المنهج اللي احنا شغالين بيه بقالنا عشرات السنين، واحنا بنقول من اول حلقة في السنة اهو لازم نعمل سنة جديدة، لازم طريقة اختيار المحافظين يا اخوانا تبقى حاجة خارج الصندوق، مش اختراع والله، ده الورقة معروفة، ام الكتاب اللي احنا شارينه من العتبة من ايام ثورة يوليو ده يترمي، نجيب كتاب جديد من 40 ل50 سنة، المحافظ من داخل المحافظة يقدم لي تصور لثلاث مشاكل في المحافظة بتوقيت زمن واقول له توكل على الله، وكل شهر اعمل له متابعة ومراقبة. عايز حاجة دي؟ لا، ازاي؟ لسه هترجع تاني محافظات حدودية جيش، محافظات اللي فيها مشاكل لواءات شرطة، ثم في النص راضي كم قاضي على كام على كام على كام دكتور جامعة وشكرا، واتعشت الليلة، والنتيجة الناس هيزداد غضبها اكتر. مين اللي هيدفع الفاتورة؟ احنا كشعب وانت كرئيس جمهورية علشان الشعب اختارك. ارفض السيستم ده، ارفض هذا النظام وقول ده ما ينفعش، ابتكر حاجة جديد، ما تسمحش بالاجهزة الرقابية تلعب بينا بهذا الشكل، ولا تسمح باشخاص يجي يرشحوا لك ناس دول مستوى الكفاءة. عندنا بقى خبر جميل، يعني هو مش جميل قوي، بس بيقول لك هيئة مترو الانفاق بتدرس فرض رسوم على الشنط. الهيئة بتقول لك كده، هو طبعا في قرار مفروض انه هيتم رفع اسعار تذاكر مترو الانفاق. القرار الافتكاسة الجديدة عشان الهيئة تجيب فلوس تعمل ايه؟ قالت الشنط هنفرض عليها رسوم. طيب اولا ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم في اي مترو. 2 اساسا ما فيش مكان للشنط جوه، ده اللي بيبقى نازل يعني شايل حاجة وداخل المترو بيبقى كره عيشته ونفسه، يعني هينزل سلالم ويطلع سلالم. وبعدين ايه، هل انت حاطط مثلا متخيل مواصفات الشنطة؟ طب انا داخل كده هتقول اي واحد شايل كيس في ايده يدفع مثلا جنيه؟ طب ما انا اجي اقول لك ده اللي جنبي ده شايل شوال، طب انت هتسمح بده؟ طب هي اجراءات الامن بتسمح داخل مترو الانفاق ان احنا ندخل شنط؟ طب هل البوابات اللي موجودة في مترو الانفاق مجهزة انها تراقب الشنط وتسمح بيها؟ يعني هي يعني بدل ما تدور على 5 جنيه و10 جنيه
امن جهاز المترو. والله احد الشباب النهارده كاتب على الفيسبوك بيقول لك بدل ما تعلوا تذكرة المترو مقدم كام اختراع كده، اقتراح شاب لوزعي بيفكر خارج الصندوق. خد عندك، قال لك ايه اللي يمنع ان احنا ناخد كل عربيه مترو، احنا عندنا 200 عربيه، ده كان حساباته النهارده، ونديها لشركه محمول مثلا، تاخد العربيه دي لمده سنه، لو ادتني مليون جنيه بس في العربيه في السنه، مليون جنيه، هلم 200 مليون جنيه. قال لك كل محطه فضائيه اديها شاشه في ميدان كبير مثلا، زي محطه رمسيس، محطه التحرير، المحطات الرئيسيه، تيجي قناه سي بي سي النهار غيره، يجي يعملوا شاشه بتاعتهم، يدونا مبلغ في السنه. قال لك اروح لدول العالم واقول لهم خدوا محطه كده وحطوا فيها اعمال نحتيه، تماثيل ليكوا، واسميها على اسمك محطه البرازيل، واجمع فلوس يا عم، عقد لمده 3 4 سنين. قال لك هتقدر تلم فلوس؟ تقدر تلم فلوس. الشاب بيقول لك القصه يا اخوانا مش تذكره ان انت تعليها، طب وبعد ما تعليها تعليها تاني وتالت؟ شاب النهارده على الفيسبوك بيقول لك عايزين نغير بره الصندوق، وده اللي انا بتمناه يا اخوانا في 2015. خليني اخد خبر عشان ما يبقاش كله ضرب في حكومه محلب. النهارده انهارت صخره من المقطم وزنها 2 طن. الصخره انهارت النهارده والخبر منشور في كل جرايد الغد، لكن بعد اخلاء السكان. حكومه محلب عملت حاجه جميله جدا، لان المنطقه دي مخلخله وطالع عينها، وخلي بالك دي اللي حصلت في عهد مبارك سنه 2008 اللي هي كارثه الدويقه لو تفتكروا، اللي حصل انها وقعت على الناس وكانوا نايمين ايام مبارك في ماء فماتوا. بالمناسبه تزامن مع ده كان حريق مجلس الشورى، عايز اقول لك مبارك ورجاله ذهبوا لحريق مجلس الشورى ولم يذهبوا للغلابه في المقطم. ما علينا، بس النهارده حكومه محلب وقعت الدرس، نقلت 70 اسره من كام اسبوع وقعدتهم في اكتوبر وعدد من المناطق، العناية الإلهية تدخلت، نرفع القبعة لحكومة محلب في هذا الإجراء. بص في هذا البرنامج بندي لكل واحد حقه، بس النهاردة لا قدر الله لو كانت الصخرة وقعت على الناس، لا قدر الله كان زمان حكومة محلب النهاردة مقدمة استقالتها أو بتحاكم للأمانة يعني. فده خبر يستحق التحية لحكومة محلب. ايضا وزير الاسكان زي ما قال مساعده خالد مهندس خالد عباس ان وزاره الاسكان، ده خبر جاي بكره، بتطلب من الحكومه رفع سن المستفيدين من المليون وحده الى 50 عام، وانا بضم صوته لصوته، من 45 سنه ل 50 سنه. عايز اقول لك بصراحه وعلى بلاطه، مش 50 سنه والله، يعني كلنا نعرف ناس وحضراتكم قاعدين عندهم 55 و60 سنه ما عندهمش والله اوضه تأويهم، واذا خدوها بياخدوها بايجار بمبلغ كبير. لو الحكومه قدرت انها ترفع السن اكتر وده متاح في المليون وحده اتمنى ده. اخر خبر من الاخبار اللي هتقروها بكره واللي تستحق فعلا التعليق، خبر جاي من الوفد، اقرارات التوبه تشق صف الاخوان في السجون. الخبر ده من اليوم السابع، اقرارات التوبه تشق صف الاخوان في السجون. مصادر 28 من سجناء فض رابعه وقعوا على طلبات تصالح مع الحكومه، وسجناء ترى استشاروا محامين، و200 رفضوا التوقيع في العقد. عايز كده اعلق بسرعه على هذا الخبر لانه خبر مهم يا اخواننا ونلتفت ليه. الاقرارات دي اكيد جاءت نتيجه حوار ما بين اجهزه معينه في الدوله ومع هؤلاء المسجونين، واكيد مش جايه وليد اكراه او تعذيب. يبقى احنا علينا ان احنا نحتوي هؤلاء اللي قدموا هذه الاقرارات. واحد بيعلن توبته، فلماذا لا ناخذه الى صف المجتمع ليه يظل العداء بهذا الشكل؟ طب لو جالك واحد وقال لك انا مسجون في السجون اهو وبتعرض لمحاكمات او لتحقيقات لدى النيابه، وجاي بقدم لك اقرار توبه وبقول لك انا بعتذر او في كذا، وده نتيجه حوار، خاصه لو ما كانش ارتكب نتيجه جنائيه، ايه اللي يمنع ان احنا نوسع دايره التوبه ونعلن؟ ايه اللي يمنع ان يطلع بيان من الرئيس، من رئيس الحكومه، من اي جهه يقول ان كل من لم يرتكب جريمه، ايه اللي يمنع ان احنا انهم يعودوا مره اخرى الى صفوف المجتمع؟ والرئيس السيسي كان لمح ده في احد لقاءاته بوفد من اعضاء الكونجرس الامريكي.
علشان كده انا بقول ارجو ان تستمر عمليات المتابعة من اجهزة الدولة من خلال حوارات مع المسجونين داخل السجن. انا فقرتي معاكم التقت فيما يتعلق باخبار الغد، حبينا نعمل فيها اطلالة سريعة ومهمة على اهم الاخبار اللي هتقروها بكرة، والعنوان الجامع فيها بشكل كبير جدا هو الجزء الاساسي يا اخوانا، ان احنا عايزين في 2015 نغير نفسينا وان احنا ناخد قرارات اهم. دي اخبار حصلت بكرة، عندك هتحصل بكرة، بس انا عندي النهاردة كم موضوع يستحقوا ان انا اتوقف امامهم في جرايد النهاردة. انا قريت موضوع حلو قوي في جريدة الشروق بيحكي قصة كيف خرجت البرازيل من خريطة الجوع في عام 2014. البرازيل ازاي خرجت من خريطة الجوع؟ عايز اقول لكم دي قضية لما انت تعرف ان اكتر من 40% من تعداد الشعب المصري تحت خط الفقر. خط الفقر يعني دولارين، ان دخلك اقل من 15 جنيه. الحكومة عمالة تتكلم ان احنا نقدم الدعم، نقدمه نقدي، نقدمه ايه بهذا الشكل. البرازيل من ايام لولا دي سيلفا حاكمها العظيم من سنة 2003 قررت انها تحل هذه المشكلة وتحاول تقضي عليها. قدمت نموذج جريدة الشروق عرضها النهاردة من خلال حوار مع وزير التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر البرازيلية. اجروا هذا الحوار معها عبر الانترنت. الحوار الحكومة البرازيلية بتقدم منحة تغطي بالكامل نفقات الأسرة من طعام وكتب مدرسية وملابس. 14 مليون أسرة برازيلية استفادت من المنحة في 2014 بتكلفة 1% من ميزانية البرازيل. لما تقرا التفاصيل بيقول لك ان احنا ما كناش محتاجين ندور او نعرف الناس يعني الفقراء فين. يعني الفكرة كانت باختصار ان هو بيدور على كل واحد، الفقراء معروفين، لكن اللي دخله اقل من 2 دولار كنا بنبعت له 70 دولار. اهم ما لفت انتباهي في هذا الحوار حاجة واحدة، قال لك ان انت الحكومة لما تيجي تدي الفلوس للأسرة المحتاجة لا تعطيها لرب الأسرة، تديه لست البيت. ست البيت هي الافضل وهي اللي تعرف تحرك هذا الموضوع. خليني اقول لكم ان هذا الموضوع بالكامل هنعرض له فقرة خلال الايام، عايزين نعرف كيف نكافح الفقر في مصر من خلال التجربة البرازيلية. هنطلع فاصل وحوارنا لسه مستمر معاكم. بعد الفاصل دكتور حسام حسني استاذ امراض حساسية الصدر بطب قصر عيني ورئيس وحدة الصدر بطب قصر عيني. نطلع فاصل والفقرة متاحة امام حضراتكم للتواصل عبر التليفون. وما تنسوش فريق كنوز للانشاد والموسيقى العربية، سهرة ممتعة النهاردة بمناسبة مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة والسلام سلام حضراتكم طيبين وبألف خير. وجي معاد فقرتنا الطبية النهاردة اللي بيشرف لي فيها الأستاذ الدكتور حسام حسني مسعود أستاذ أمراض الحساسية بطب قصر العيني ورئيس وحدة الصدر بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم الصحة والسلامة. بص كده على طول، الناس في فصل الشتاء واللي عندهم مشاكل في صدرهم الدنيا بتبوظ معاهم في الحساسية. في كده وقاية ولا لازم كلنا نروح للدكاترة وترزقوا؟ اولا كل سنه ومصر كلها بخير. اللهم امين. كويس طبعا. الشتاء السنه دي شتاء مميز، يعني جايز اكتر شتاء من سنين. احنا لابسين بلاوي تحت البدله، يعني كان في هبوط حاد في درجه الحراره. وده اكتر شتاء شفنا فيه ادوار فيروسيه شديده جدا. نعم. ادت ان احنا فعلا كلنا ارزقنا الحمد لله. نعم. فيعني الحمد لله الشتاء السنه دي. طيب انا عايز استمر رزقك، بس ايه هي
طرق الوقايه ليا كمريض حساسيه صدر، وخاصه بالنسبه للاطفال، لان في امهات قاعدين شايفين حضرتك دلوقتي يعملوا ايه مع اولادهم اللي عندهم ضيق في الشعب، تزييقه. خلينا نقول ان الوقايه للكل، سواء السليم او المريض. جايز مرضى حساسيه الصدر او مرضى الامراض الصدريه بصفه عامه لازم يكون اكثر حرصا من الانسان العادي، لكن احنا للاسف الشديد احنا الادوار الفيروسيه اللي حصلت السنه دي اصابت السليم والمريض. نعم. وادت الى اعراض مشابهه كتير جدا لاعراض الحساسيه اكتر من اي عام مر. نعم. خلينا نتفق ان مريض الحساسيه عدوه الاساسي هو الالتهابات الفيروسيه. هتوقف بس الفقره متاحه لحضراتكم، اتصلوا من اي تليفون محمول على 1 3 7، من اي تليفون ارض 0900 9900، واسالوا دكتور حسام حسني مسعود استاذ امراض حساسيه الصدر بطب قصر العين. اتفضل يا دكتور حسام. الوقايه الوقايه الوقايه. طب نتكلم على الوقايه ازاي؟ اول حاجه تجنب الاماكن في الاماكن المغلقه او الاماكن اللي فيها نسبه عاليه من التدخين. نعم. تغيرات الجو الحاد، ما بقاش على كتير قوي، احنا الشعب طبعا الجو ساقعه وما عندناش امكانيه التدفئه العامه. نعم. اللي موجوده بره، فاغلبنا بيحط دفايه في اوضه واحده. نعم. عشان يدفي المكان. دي من اكبر اخطاء الشائعه، لان انا مجرد ما دفيت المكان اللي انا قاعد فيه هطلع اخش الحمام، هروح المطبخ، هرد على التليفون، عاوز اتكلم في التليفون بعيد عن مراتي، هضطر اطلع من اوضه بعيد عن ابويا، بلاش مراتي او عن ابويا. كويس. تغيير الجو الحاد من اكثر الاسباب اللي تؤدي الى نقص المناعه او اصابتنا بالالتهاب الفيروسي. نعم. طبيعه الاكل احنا في كل مره بناكد عليها، من الحاجات جدا اللي بتزود المناعه يعني الاغذيه الطازجه سواء كان خضار او فاكهه. نعم. والبعد عن الفاست فود او الجانك فود زي ما بيقولوا، الوجبات السريعه. الوجبات السريعه دي اول نصيحه، نبقى اول نصيحه ليه نوعيه التغذيه. هاخد بقيه النصايح بس ارد على ام احمد من الجيزه. اتفضل ام احمد، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا يعني اسال الدكتور بعد اذنك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا كان زمان يعني من حوالي كده 10 سنين كان عندي حساسيه على صدري. تمام. فالحمد لله دلوقتي انا ما عنديش حساسيه، بس دلوقتي بحس بحرقان جامد جدا في صدري. تمام. وبيروح في ساعتها، بس حرقان لدرجه ان انا ممكن ابقى حاسه انه يغمى عليا. بعد الشر عليك يا ام احمد. الله يخليك. تمام. من اشهر اعراض الحرقان اللي بتيجي في الصدر هي اعراض ارتجاع المريء. نعم. وهو ده الحاجه اللي ممكن تيجي وتروح في ساعتها، فله علاقه بالتوتر النفسي او طبيعه الاكل. كويس. فمش كل حرقان في الصدر وحساسيه صدر، يعني زي ما قلنا قبل كده دايما ان حساسيه الصدر تساوي ضيق في التنفس وازيز في الصدر مع او عدم وجود كحه سواء مصابه ببلغم او بلغم، لكن اساس حساسيه الصدر هي ضيق في التنفس وازيز الصدر بتشابه مع ارتجاع الحمض المعدي. ارتجاع المعدي، فالمريض او يشعر كان عنده ضيق في التنفس. لكن اهم اعراض ارتجاع الحمض المعدي هو زي ما ام احمد قالت الحرقان اللي موجود داخل الصدر. طب ام احمد تعمل ايه؟ اول حاجه حضرتك تبعدي عن بعض الاغذيه اللي هي بتزود حمضيه المعده، زي الشاي والقهوه، الفلفل والشطه، الخل، الليمون، البرتقال، المخلل. كويس. ما ناكلش قبل النوم بساعتين ونرفع راسنا شويه واحنا نايمين، والاهم من كل ده البعد عن التوتر النفسي. هاني من اسماعيليه، اتفضل استاذ هاني. استاذ هاني، استاذ هاني، احمد من الجيزه. الو. ايوه استاذ احمد اتفضل. الو. ايوه اتفضل يا استاذ احمد. سلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دكتور احمد نادر، تلميذ دكتور حسام حسني. اهلا بيك يا احمد. انا بس بحب اتفضل، احب بس امسح على دكتور حسام واقول له كل سنه وانت طيب، وان شاء الله ربنا يديم لينا كده يا رب، ويقدم نصايح لكل المرضى. الله يكرمك يا احمد. الله يخليك. ميرسي يا احمد، اشكرك. دكتور حسام، نرجع للنصايح اللي حضرتك قلتها. رقم واحد فيما يتعلق ان انا ما اخرجش من مكان دافئ لمكان بارد. اتنين، نوعيه الوجبات، نبعد عن الوجبات السريعه. ده لمرضى الحساسيه ولا ده وقايه عامه؟ ده وقايه عامه. نعم. ما هو مريض الحساسيه مش هيفرق اكتر من هو حاجتين. في فصل الشتاء لازم هيبتدي يلتزم بعلاجه. نعم. جايز هاخد حاجه من ام احمد. مرض حساسيه مرض مزمن. نعم.
يعني ايه مرض مزمن؟ يعني هو زيه زي الضغط زي السكر. يعني هيعيش بيه طول عمره؟ هيعيش بيه، جايز يوصل لمراحل اضمحلال او مراحل سكون ومراحل انتشار او زياده في الاعراض. نعم. في اغلب الظن ان المريض اللي يكون في سن ام احمد يقول لك انا جات لي اعراض من 10 سنين واختفت، هو كان التشخيص او اللي الدكتور قاله له كان زياده في يعني في حرص الدكتور من الاعراض. طيب اخد ليلى من الجيزه وارجع لحضرتك. ليلى اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا مدام ليلى، ازي حضرتك؟ بصي يا دكتور، انا واحده فوق ال 60 وسني فوق ال 60 ومريضه حساسيه وعندي ضغط السكر وكوليسترول، بس السنه دي حصل لي تقريبا داخل على 15 يوم ما فيش نتيجه. يعني تحب اقول لحضرتك الادويه اللي باخدها؟ يعني حضرتك نوعيتها يبقى افضل. حاجه اسمها ميفولايد 400، فوراديل 12 جرام، وستريفا 18، وبعدين عندي مناخير نازله على طول، وصدري بلغم فظيع مع ان ما عنديش تدخين يا دكتور. تمام. بلغم طول الليل. ففي ناس قالوا لي هاتي جهاز اسمه ميفولايزر. تمام. واحط فيه المحلول ملح، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا اقول لحضرتك يا دكتور، على ثلاث اسابيع زي ما انا. ربنا يعافيك ويعفو عنك. حاضر. الف سلام عليك يا مدام ليلى. حاضر. اهم حاجه، ومدام ليلى جاز مكالمتها بالمكالمات المهمه جدا، الحساسيه مرض زي ما قلت حضرتك ينشط ويكمن. لازم لما يجي مريض حساسيه يقول لك انا ماشي علاج، وخصوصا الادويه اللي بتاخدها في منتهى القوه في الدنيا، وادويه تناسب حالتها. نعم. منها مريض الضغط والسكر. فاذا مريض الضغط والسكر كل ادويته لازم تبقى عن طريق الاستنشاء، والادويه بتاخديها مدام ليلى هايله. ينقصها ايه؟ ان ايه اللي زود الحساسيه؟ ايه اللي خلى الحساسيه عندك تنشط؟ نعم. اللي ينشط الحساسيه لو انا مدخن او عندي اعراض في التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، زي ما حضرتك قلت لك ان مناخيرك على طول سايبه. نعم. كويس. لو حضرتك مناخيرك ما بطلتش كويس، والافرازات بتاعت الانف ما بطلتش، هتتنى الحساسيه عندك مهما خدت ادويه جيده هتتنها نشطه. تعمل ايه؟ يبقى اهم حاجه ان حضرتك تبتدي تاخدي حاجات موضعيه في الانف كويس، علشان تبدا تقلل افرازات الانف، لان افرازات الانف دي زي ما بتنزل من قدام بقى في حاجه اسمها افرازات خلف الانف. تاخد قطره للانف أنف. تروح للدكتور ويكتبها لك. بالظبط. كويس. طيب ابراهيم من العاشر من رمضان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك، انا بعاني من الحساسيه بقالي اكثر من 20 سنه. تمام. وعندي اولادي برضه نفس الكلام. نفس الكلام عندهم معصيه، واحد عنده 10 سنين وواحد عنده 4 سنين. ربنا يخليهم. بيعانوا برضه من حساسيه. وانا مريض سكر وضغط برضه نفس الكلام. ويعني لما باجي اتعب في الشتاء كده بيحصل لي لما بكح بلاقي نفسي قطع خالص. تمام. ربنا يشفيك يا ابراهيم. اولا نتكلم على الجزئيه الاولانيه، جزء كبير من مرض الحساسيه مرض وراثي. نعم. ومش شرط ان يكون عندي حساسيه الصدر ان ابني يطلع حساسيه الصدر، انا بعطي ابني جين الحساسيه فيصاب باي عضو من اعضاء الحساسيه، سواء انف او جلد او عين او صدر. فربنا يعافيك. هو طبعا الحساسيه مرض وراثي، لكن لو جانا حضرتك هنرجع زي ما كنا بنقول عن واحد، اذا كان في ضغط او سكر يبقى لازم حضرتك علاجك كله يبقى عن طريق الاستنشاء عشان ما نعالجش الضغط او السكر. ولازم حضرتك تراجع ادويه الضغط بتاعتك، لان في مجموعه من ادويه الضغط اللي مجموعه اللي بنسميها بيتا بلوكر او مضادات لمستقبلات بيتا، دي لوحديها بتعمل ضيق في الشعب الهوائي. بعض ادويه الضغط تعمل ضيق في الشعب الهوائي، وبالتالي الافضليه يروح لمين بقى؟ لدكتور الضغط، دكتور القلب، او يروح لراجع دكتور الصدر بتاعه، لان طبعا احنا معظمنا عندنا وعي كامل لادويه الضغط التي تؤدي الى ضيق شعب. فحضرتك بتقول له لا شيل ده وده لازم تشيله، او تراجع دكتور القلب بتاعك عشان يا اخوانا كل مريض ضغط شفى الله، كل مريض يعني وعنده ضيق في الصدر في حساسيه صدر يروح لدكتوره ويقول له انا باخد ادويه كذا من الضغط. واحنا لازم نسال على الادويه دي بالاسم، ان في بعض الادويه الاخرى تسبب كحه، ادويه الضغط. كويس. فتبقى مهيجه اكتر. بالظبط. ايمان مصر الجديده، معلش اتاخرت عليكي. لا ابدا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. من فضلك انا حبيت اسال، انا بربي قطط، يعني عندي قطتين ما شاء الله، وبحس ساعات انه اليومين دول بالذات عندي كده كحه بدون سبب، ما عنديش برد ولا حاجه، بس بحس انه صدري لما بصحى الصبح مش كويس، فهل القطط تكون ممكن هي سبب حاله؟ حضرتك مدخنه يا فندم؟ حضرتك مدخنه؟ لا ابدا. تمام.
طبعا هما بينتحون ان هما بيبقى لهم زي شعر صغير بيبقى منتشر كده في البيت. بس انا عايزه اطمن يعني هل هما ممكن يكونوا سبب حاجه زي دي ولا مش شرط؟ من اشهر اسباب الحساسيه هي الحيوانات الاليفه، لكن عشان من عشان ما نقدرش نقول لحضرتك بعديهم، وانا عارف ان في ناس كتير قوي مرتبطه بالحيوانات الاليفه اللي عندها، بنعمل نسبه الاجسام المضاده حاجه اسمها اي جي اي او نسبه الاجسام المضاده ايه في الجسم، لو طلعت عاليه حضرتك بتعملي برضو اختبار جلد او اختبار دم للقطط، لو طلع ايجابي حضرتك لازم تمشيهم، لو طلع سلبي حضرتك هتتعاملي معاهم عادي. ويعملوا فين الاختبار ده؟ اي معمل يا فندم. ده اختبار ليها اولا؟ ليها هي اولا. اسمه اي جي اي. اي جي اي معايا مدام ليلى؟ مدام ليلى حضرتك. طيب والحاجه الثانيه هتعملي اختبار لو طلع ايجابي؟ لا وكل لمدام ليلى. لمدام ليلى كل الاختبار لحضرتك يا فندم. مدام ايمان. انا اسف مدام ايمان. ماشي حضرتك. لو طلع ايجابي يعني عندها نسبه الاجسام المضاده عاليه ساعتها بتعمل اختبار خاص ان عندها حساسيه القطط او لا. هي نفسها تعمل اختبار حساسية. طيب طلع عندها حساسية ضد القطط تبعدهم فورا. تبعدهم فورا. طيب وصحة الإنسان مقدمة على كل حاجة يعني. حتى لو الواحد عنده حساسية تجاه أولاده ولا مراته يعني. ناخد سامي من شبرا. أستاذ سامي ألو. سلام ورحمة الله. أيوة ألو. ألو أيوة أستاذ محمد كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا قمر. إزي حضرتك؟ لو بتشتكي من ضيق صدر انزل كل 2 كيلو حلاوة. كنت بستأذن حضرتك أسأل الدكتور بس. اتفضل. في والدتي هي عندها جيوب أنفية بقى لها فترة طويلة. وبعدين خدت كذا مرة أدوية كتير لمدة شهر واتنين ما عملتش أي نتيجة. فهي دلوقتي حاسة كمان ببلغم كتير وكحة. بقت كحة مستمرة، بلغم الصبح ده كتير قوي قوي. لون البلغم إيه يا فندم؟ نعم؟ لون البلغم يا سامي. في اخضر بيبقى اخضر، مره ابيض ومره اخضر. تمام. مش عارف ده يبقى. بص يا سامح لازم نفرق بين حاجتين، حساسيه أيوة. الجيوب الانفيه والتهاب الجيوب الانفيه، وممكن طبعا الاثنين يبقوا عند نفس الشخص. هي اتشخصت انها حساسيه وخدت ادويه استنشاق دي كتير شهر واثنين وثلاثه. تمام. اولا لو هي حساسيه علاجها لابد ان يستمر لفترات طويله، بنتكلم فترات طويله دي بنتكلم عن من 6 أشهر لسنه. واهم حاجه لو انا عندي حساسيه جيوب انفيه ان يكون افرازات الانف بتاعتي غير ملونه، لان لو في التهاب بكتيري موجود في الجيوب الانفيه ده هينشط الحساسيه، ومهما ادينا من ادويه لن التهابات او حساسيه الجيوب الانفيه مش هيبقى مسيطر عليها. يبقى هنا اساس السيطره مفيش التهاب، مفيش مبيدات حشريه في البيت كويس، مفيش تغيير جو حاد تمام، واستمرار علاج. واحنا بنتكلم ان اقل فتره مريضه حساسيه يستمر عليها هي من 3 لـ6 أشهر. مشكلتنا الاساسيه ان احنا معظمنا بيتعامل حساسيه ان هو مرض حاد، هاخد الدواء وهبطله امتى؟ هنقلل كميه الادويه لكن مش هنبطلها، ممكن نوصل ان احنا نستخدم الدواء مره واحده في اليوم، لكن على الاقل يبقى في مره واحده في اليوم ثابته. عفوا دكتور حسام، اللي انا فاهم من حضرتك ان مريض حساسيه الصدر كل يوم هياخد دواء طول عمره، لكن كميته بتقل وتزيد حسب، بس لازم كل يوم بياخد دواء زي ممكن زي مريض الضغط. ممكن نريح شهرين ثلاثه في الصيف، لكن فتره الشتاء وفترات تغيير الفصول. نعم كويس. وللاسف احنا كمان بقينا الجو بتاعنا حر جدا ونسبه الرطوبه عاليه. نعم. فبقى دي من العوامل برضه منشطه الحساسيه ان احنا بقينا بناخد طول السنه. والتكييفات كويس، وتاثير التكييفات وتغيير الرطوبه ده بيزود الحساسيه. فالافضل ان احنا نوصل لاقل كميه ممكنه من الادويه، لكن هنستمر على الادويه. ناخد هاني من الاسماعيليه. استاذ هاني مش ايوه استاذ هاني كده خلاص هرجع لحضرتك تاني. واديت لنا حضرتك طرق يعني مريض الحساسيه الرعيه في فصل الشتاء. عايز بس اسال السؤال الشائع، اولياء الامور يقعدوا يقولوا لما يروح للدكتور ويقول لهم بالنسبه لطفلكم عنده حساسيه اول ما يتم 6 سنين هتروح منه، الكلام ده علمي؟ الكلام ده فيه جزء منه علمي وفيه جزء كبير قوي بنطمن الناس. نعم. لكن عشان اقول انه قد ايه علمي لازم في عوامل كتير قوي بتحكم في الموضوع ده. اول حاجه، هل يوجد تاريخ عائلي للحساسيه في العيله ولا لا؟ نعم. مدى تكرار الدور، هل الدور بيجيله مرتين في السنه او اكتر ولا لا؟ هل عنده حساسيه في اعضاء اخرى ولا لا؟
يعني هل الطفل لما جالي كان عنده حساسيه في الانف والصدر او في الصدر والجلد ولا في الصدر بس؟ هل نسبه الاجسام المضاده عنده عاليه ولا لا؟ بنقول لو كان في اكتر من ثلاث عوامل من دول موجودين غالبا الحساسيه دي مش هتنتهي، مش هتنتهي. لكن نبدا في عامل مهم جدا بقى، نعم، جايز احنا العوامل دي كلها مش في ايد الاهل. هل يوجد تدخين في المنزل ولا لا؟ هل الام كانت بتدخن اثناء الرضاعه واثناء فتره الحمل ولا لا؟ هل العيان ده بيجي له لوز كتير ولا لا؟ اللوز ممكن احنا نحميها بوقايه الطفل سواء بالتغذيه السليمه او بالمحافظه على عدم وجود تغيرات جو حاده، او ان لما ابني يكون عنده برد ما نزلوش عشان يقعد الولاد. احنا مشكلتنا كتير في المراه العامله في مصر ان هي لازم تنزل شغلها، فابنها يبقى عيان وتوديه الحضانه، فبيقعد كل الاطفال للاسف. اخد هاني من الاسماعيليه، رجع تاني. هاني اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور اهلا بيك يا هاني، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا عندي حساسيه مزمنه بالجيوب الانفيه وحساسيه مزمنه بالصدر. تمام. وكل ومعدل كل سنه او سنتين بعمل عمليه في الجيوب الانفيه. تمام. وبصراحه مش لاقي علاج، يعني انا لفيت بصراحه دكاتره كتير، القاهره واسكندريه والتقزيق واسماعيليه، وتابع كل الخطوات اللي حضرتك بتقولها. مفيش مرض ملوش علاج يا هاني، مفيش حاجه في العالم لكن مفيهاش علاج. خلينا نتكلم، انت حطيت نقطه مهمه جدا اللي هي الجراحات اللي بتتم في الانف والاذن. خلينا نقول ان دايما ان دي الجراحه لازم تتم في اخر مرحله، اذا حصل فيها انسداد تام في الجيوب الانفيه ساعتها بلجأ لحل الجراحي. لان انا للاسف انا سايب الجدر اللي موجود وبشيل على وش الارض. ما تتوقعش انت تعمل جراحه عشان تسيب الزوادي الانفيه والزوادي مش ترجع تاني، لا هترجع تاني. لابد من علاج بعد ما بتشيل، لو هي عملت انسداد كامل لابد من التزامك بالعلاج بصفه مستمره، كويس. ولو انت الامور عندك قويه في بعض الادويه بس دي بتعتمد على برضو تحليلك لنسبه الاجسام المضاده هل هي عاليه او مش عاليه. لو هي عاليه في ادويه كتير بقت موجوده بتمنع حدوث الادوار وتمنع حدوث انتكاسات، فلازم تحلل بس الاول تحليل نسبه الاجسام المضاده وعلى اساسه بتحط لك خط علاج شافي باذن الله. عبد الفتاح من القاهرة. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اسمح لي الاول احييك على منبرك وفرصتك اللي بتديها لنا للمشاركة معاك، احنا كل المشاهدين بتوع حضرتك بنشكرك جدا 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 الاول. اشكرك. وبعدين اخد رأي الدكتور، انا بقف قدام نار كتير في محلي، بشتغل في محلي في نار كتير على طول وبيجي زباين مدخنين، فنصيحتك لينا ايه او ليا انا ايه؟ وبعدين بشرب مياه غازية كتير برضو، فبعد اذن حضرتك نصيحتك. وبشكرك وبشكر استاذ محمد وش الخير. الله يكرمك، واسمح لنا اشكر استاذ محمد معاك. شكرا. يعني حلقاته كلها فيها صراحه وقوها. الله يخليك يا دكتور حسام، ربنا يكون في عونك. طبيعه شغلك مش هنقدر نغيرها، يعني ده شغلك للاسف الشديد. كتير قوي من اصدقائنا اللي بيشتغل في محلات الفطائر او بيشتغل في مخبزه دايما بتبقى مشكلته، وخصوصا في الجو الشتا ده. نعم. قدام نار بيعرق بيطلع للجو، زي ما قلنا تغيير الجو هي من عوامل كتير قوي اللي بتوطي المناعه وتساعد على انتشار الفيروسات. التدخين بتهيألي من حقك ان انت تمنع التدخين في المكان اللي حضرتك بتعيش فيه. المياه الغازيه دي مشكله من المشاكل السيئه جدا اللي اصابت الشعب المصري، سواء كانت في السمنه، ودي لازم حاجه نتكلم فيها لان في عامل مرتبط بقوه بين السمنه وزياده الوزن والحساسيه، وخصوصا عند الاطفال. يعني كل ما الطفل يزيد وزنه كل ما نسبة اصابته بالحساسية تزيد، وللأسف هي النوع من الحساسية التي تقاوم العلاج. فالمياه الغازية كمان بتزود حموضة المعدة وبتعمل انتفاخ في المعدة. طب يعني لو كان مدمنها نقول له يقلل بكام؟ بتهيألي ان ادمانها يعني اصل انا هقول له قللها لو هي في حاجة مفيدة، كويس؟ اظن مفيش حد مدمن مياه غازية، انا اقول لحضرتك وقفها بعد اذنك، كويس؟ لان دي شيء غير مفيد للصحة. طيب لو هو قدام يعني نار باستمرار، اهم حاجه ان حضرتك بعد ما تخلص شغلك حضرتك تغير ملابسك بالكامل وتحاول تنشف جسمك، وبعدين تقعد في منطقه بعيد شويه عن الشغل ومش بره لعملها لغايه ما جسمك يبدا يستعيد درجه حرارته، ساعتها ممكن حضرتك تخرج بعد كده عادي. رضا من القاهره، اتفضل استاذ رضا. استاذ رضا، استاذ رضا، طيب عايز حضرتك تكلمنا عن السدة الشعبية. يعني ايه اول حاجة السدة الشعبية؟ هل لا قدر الله كل مريض حساسية صدر هتجيله سدة شعبية؟ خليني اقول ان السؤال التاني مهم. السدة الشعبية مرض مشابه للحساسية لكن مختلف تماما عن الحساسية.
ومرض يصيب المدخنين. وجايز ده يعني احنا العالم كله بدأ السدة الشعبية تبقى هي المرض او الهاجس الاكبر لمجتمع امراض الصدر في العالم كله. الشعب بتقفل، بيحصل التهاب مزمن في الشعب الهوائية، والشعب تضيق تضيق او تنسد زي ما الاسم موجودة، فيحصل ضيق حاد في الشعب الهوائية وانهجام مزمن. دي لازم تاخد الاهتمام الاكبر، لان هو ده اساسها التدخين وسببها الاساس التدخين. كويس. والسبب الاخر هو التعرض لادخنه المواد الكيميائيه وحرق المواد الكيميائيه، زي الستات عندنا في القرى بتاعتنا اللي بيحرقوا مواد كيميائيه عشان يعملوا الاكلهم او يدفئوا. السده الشعبيه نسبتها في العالم كله في ازدياد مستمر، لدرجه ان هو بيعتبروها انها تصبح رابع سبب للوفاه سنه 2020. رابع سبب للوفاه، بيعتبروا ان جلطات المخ وجلطات القلب كسبب الوفاه بتقل، والسده الشعبيه هي المرض الوحيد. طب ايه طرق الوقايه؟ يعني الاقلاع عن التدخين. نعم. وجود سياسه صارمه كويس تتبعها الحكومه المصريه ووزاره الصحه المصريه في عدم التدخين. اذا كنت عاوز تدخن دخن، ده حقك، لكن مش محقق ان تضر الاخرين. ففي الاماكن العامه كويس لابد من الاقلاع عن التدخين، لابد من وجود حمله قوميه لمعرفه الناس باضرارهم التدخين. المدخن بيفتكر ان هو مجرد ما دخن اعصاب الشعب بتاعته، ما يعرفش ان سرطان المثانه، قرحه المعده بالنسبه للستات، يعني عفوا العجز الشعبيه اساسها التدخين، اساسها طيب. هو اسباب اساس التدخين. في اسباب تانية يعني كل مريض حساسيه هيجي تلوث الجو. تلوث الجو، المصانع اللي فيها نسبه اتربه عاليه، مصانع البلاستيك. كويس. طب هي النسبه دي عندنا في ازدياد السد الشعبيه؟ للاسف الشديد جايز احنا هي في ازدياد، بس احنا مفيش لا نجرؤ ان نقول للمريض ان انت عندك سده شعبيه. نعم. لا نقول له المسمى الاسهل انت عندك حساسيه. طب السد الشعبيه يبقى لازم يروح على جهاز تنفس صناعي؟ لا، هو لو ما عليه جهاز هتؤدي الى فشل تنفسي يساوي الجهاز التنفس الصناعي. لو ما عليه جهاز، واول خطوه في العلاج هو الاقلاع عن التدخين والادويه. لكن لازم ننبه ان مريض الحساسيه زي ما قلنا هياخد علاج مزمن، لكن استجابته للعلاج 100%. طيب قبل ما اختم، ايه النصيحه اللي تقولها لنا في هذا العام نحافظ بيه على شعابنا ورئانا، وايضا بالنسبه لكل ام مصريه خايفه على طفلها في هذه الاجواء شديده البروده؟ بالنسبه للاطفال، اكتر سبب يؤدي الى حساسيه الصدر هو الاصابه بالالتهابات الفيروسيه عند الصغر. ماشي. فلابد ان احنا وقايتنا من سواء بتغذيه سليمه، تهوية سليمة، البعد عن التدخين والمبيدات الحشرية داخل المنزل. نعم. ده بالنسبة للأم. بالنسبة لنا احنا كمجتمع لابد من وجود برنامج كامل لمكافحة التلوث في مصر. انا جايز ان انا يعني حضرتك قايم بالمهمة دي على اكمل وجه، لكن نفسي ان يكون ده مشروع قومي. التدخين عند الأطفال. نعم. ومشاكله. كويس. لان عدم وجود توعيه، هو شايف اللي قصاده وشايف التمثيليه. انت عايز تستمر هذه الحملات باستمرار حتى تؤتي نتيجه؟ لو ما نعم. هي دلوقتي الحمله اتعملت وما جابتش نتيجه، مش معنى كده فشلها. لا، يبقى مكرر. لابد من تكرارها. كويس. التغذيه السليمه. كويس. والتهويه السريعه. والبعد عن الوجبات السريعه. والمواد الغذائيه. المياه الغذائيه. انا بشكر حضرتك استاذ دكتور حسام حسني مسعود، استاذ امراض حساسيه الصدر بطب قصر عيني، ورئيس وحده الصدر بطب قصر عيني. بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. بعد الفاصل، وزي ما قلت لحضراتكم بمناسبه الليله مولد او مولد سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، فريق او فرقه كنوز بقياده المطرب محمود درويش هعدكم بسهره غنائيه رائعه للموسيقى العربيه وللانشاد الديني، هتسمعوا احلى الاغاني النهارده.
طمين العلالي هلت ليالي هلت ليالي ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية يا التجلي دايم تملي ونور صاحين العلالي هلت ليالي هلت ليالي ليالي حلوة نشتاق ليا وفيها ليلة الله عليها ليالي حلوة نشتاق ليها وفيها ليلة الله عليها القدر فيها الله أكبر وعدنا بيها القدر فيها وعدنا بيها ويا رب توبة في العمر نوبة وتكون قريبة تسعد أمالي هلت ليالي هلت ليالي ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية فالتجلي دايم تملي ورقصة مين الأعلاني هلت ليالي هلت ليالي ساعة رضاك يا إلهي ساعة رضاك يا إلهي أسعد الأوقات وانت سلطان جلالك وانت سلطان جلالك يتعبك بالذات رب أنا أسألك أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات بجاه نبينا محمد بجاه نبينا محمد سيد الكونين
تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين باليمن والبركة. في نور جمالك اللي تجلى، أعيادنا هلت مع الأهلة. في نور جمالك اللي تجلى، أعيادنا هلت مع الأهلة. فرحة ومسرة الله أكبر على أمة حرة، واحفظ بلادنا اليوم وبكرة. ويا رب زدنا زدنا وخد ايدنا، واحفظ بلادنا اليوم وبكرة. هلت ليالي هلت ليالي. الله الله عليك استاذنا محمود درويش مطربنا الكبير اللي هيمتعنا في هذه الليله. اولا بشكر حضرتك على تشريفك انت وفرقه كنوز النهارده اللي بتشرفنا للموسيقى العربيه والانشاد الديني اللي طلبناها النهارده انها تقدم لنا هذه السهره. ان شاء الله اللي هتعجبكم. مساء الفل. يعني احنا كلنا بنشكرك على الفرصه الجميله اللي اتيحت لنا النهارده نقابل حضرتك اولا، ونقابل كل جمهور مشاهدينك، لان انا عارف جمهورك ما شاء الله. الله يخليك يعني مكتسح محمد بيه والله. كل سنه وحضرتك طيب وفرقه كنوز. وعايز في البدايه حضرتك تبدا تعرفنا بيها، عرفنا بمطربينا الجمال لما حضرتك النهارده. انا عايز التعريف يجي من حضرتك. حاضر. احنا النهارده معانا مطربه يعني انا ربنا وفقني وسمعتها في فرقه موسيقى عربية بساقيه الصاوي، وعجبني صوتها قوي، وعجبني كمان اخراجها للكلمات على المسرح، واللي هي تعبيرات الوجه والايدين وهي بتغني على المسرح. بجانب صوتها الجميل موهبتها الحلوة، لقيت فيها تعبير مطربة حاسة انها، ما هي حاسة انها مطربة كويسة فباين على تعبيراتها، فعجبني قوي فقلت لازم اخدها النهارده. والنهارده هتشرفنا وهتسعدنا. اهلا بيكي وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. ومعانا طبعا هو مطرب معروف طبعا في دار الاوبرا المصريه، وسوليست مع المايسترو عمر فرحات فرقه الانشاد الديني، وله باع طويل في فرقه الانشاد الديني باغانيه الجميله. الاستاذ ابراهيم فاروق. اهلا بحضرتك النهارده، منورنا ومشرفنا. لا. وتحية للفرقة الموسيقية، عرفنا بيهم. الفرقة الموسيقية نبدأ من اليمين الرق، على الرق الأستاذ عاطف خضر، وده يعني معاصر لكارم محمود ومحمد أنديل، طلع معاهم في حفلات في التلفزيون. ومعانا جمال عودة على الطبلة بفرقة أنغام الشباب مسرح البالون. معانا طارق وبحمود زميل في الموسيقى العربية، وأشرف البلاح زميل في الموسيقى العربية. معانا النهارده ضيوف كورال، معانا الاستاذ صلاح كامل عازف الناي، وهو ليه باع كبير مع المرحوم محمد العزبي والفنانه الراحله عايده الشعر والفنان الراحل محمد رشدي. معانا الاستاذ ايهاب محمود، وهو عضو ايضا بفرقه الموسيقى العربيه من فتره، وحاليا دلوقتي عضو بفرقه الانشاد الديني مع المايسترو عمر فرحات. الاستاذ اشرف عطا معايا في فرقه كنوز، وهو فرقه الموسيقى العربيه. نعم. الاستاذ مصطفى سند اللي هو قائد الفرقه فرقه كنوز على الاورج، وده طبعا يعني زميل وصديق عمر. اهلا بحضراتكم جميعا. انا بستمتع بحضراتكم دايما لما بروح فرقه الموسيقى العربيه، بس حبيت فناننا الجميل محمود درويش هو اللي يبدا هذه السهره بتعريف حضراتكم للساده المشاهدين.
عايز اعرف لحضرتك الفرقه تاسست ازاي؟ عدد افرادها قد ايه؟ انا من سنه 2000 يا استاذ محمد انا اساسا سوليست مع الفرقه القوميه بقياده بقياده المايسترو سليم سحاب في الاوبرا من سنه 90 من اول ما اتخرجت من انا على فكره خريج اداب عين شمس قسم فلسفه ودرست الموسيقى سنتين في المعهد الحر في قسم الموسيقى وكده حسيت ان انا في سنه 2000 كده ان انا عايز برضو ليه لا ما اخدش انا التجربه ان انا اكون فرقه لاني عدد الفرقه على الفرق اللي كانت في دار الاوبرا ساعتها كان قليل ما كانش في غير فرقه الانشاد الديني فرقه عبد الحليم نويره اللي بيقودها المايسترو صلاح غباشي وفرقه الفرقه القوميه اللي بيقودها المايسترو سليم سحاب وبناء عليه يعني الفكره فعلا تخمرت في دماغي ان انا اعمل فرقه وحقيقه شجعني كل الزملاء وكونت تقريبا فرقه استاذ محمد من حوالي 30 فرد حوالي 20 عازف موسيقي فنان حابب الموسيقى هم طبعا كلهم بيحبوا الموسيقى بس في ناس عن ناس يعني في واحد يحب الموسيقى كتجاره ويشتغل بس علشان يقبض فلوس وكده وفي ناس حابين قوي انهم يفنوا بمزاجهم زي زمان كده اللي كانوا بيعزفوا بس ما دخلت الفرقه تفن ان شاء الله احدث عضو دي احدث عضو في الفرقه بسمه البدايه كانت فين البدايه كانت في 2011 في الجامعه الامريكيه شاركت كده بحته صغيره من التراث العربي وبعد كده بدات بقى مشواري مع فرقه ليلى اندلسيه ودلوقتي في فرقه اوتار الكلمات مع دكتوره منال عفيفي استاذ مساعد بكليه التربيه الموسيقيه عملنا حفلات كتير تعتبر ثالث حفله كانت في ساقية الصاوي اللي استاذ محمود درويش اكتباكي من خلينا نبدا تسمعينا حضرتك ايه النهارده في البدايه الرضا والنور الرضا والنور ممكن نبتدي بيها طيب اتفضلي هنسمع الرضا والنور من المطربة بسمة Oh
الله. شكرا. نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل لسه هنكون مكملين سهرتنا مع فرقة كنوز للموسيقى العربية والإنشاد الديني. بجدد التحية بحضراتكم وسهرتنا الممتعة لسه متواصلة مع فرقة كنوز للموسيقى العربية والإنشاد الديني. خليني أرحب بضيفنا الثالث في هذه السهرة، المطرب الفنان معنا إبراهيم فاروق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. كلت حلاوة المولد النهاردة ولا؟ الحمد لله. هو المطرب لازم يطلع قبل ما يديها كده شوية أنسون ولا لازم يتقل؟ يعني أنا كنت أقرأ محمد رشد الله يرحمه ومحمد العزب كانوا بيدوها جامد قبل الحفل. والله هو الموضوع اليانسون ده يعني انا عارف من الدكتور ان هو بيرخي الاعصاب. نعم. فما ينفعش ان واحد يشرب يانسون قبل الوضع. نعم. غلط. ايه؟ يعني انا بالنسبه لي الشيء قبل انت لازم الاوتار تبقى مشدوده. تحمي تحمي الاحبال زي القرفه والجنزبيل. قول لي حضرتك بدات ازاي البدايه؟ والله انا بدات من يعني كنت موسيقى عربيه. نعم. بدات مع استاذ عبد الحميد عبد الغفار. نعم. واستاذ فاروق البابلي، وبعد كده التحقت في فرقه الانشاد الديني دار الاوبرا المصريه. وبقى لي فتره بلا اكتر من 10 سنين في دار الاوبرا المصريه في الانشاد الديني. نعم. مع المايسترو عمر فرحات. فطبعا التراث الديني ده يعني من اصعب المواد. ليه يا استاذ ابراهيم؟ لانه في حاجات اسمها ارتجالات وفي تغيير مقامات، والمشايخ القدام بتوعنا كانوا بيقولوا حاجات صعبه جدا. حاجات صعبه على الاجيال الجديده؟ طبعا. مفيش شك طبعا. بلا شك. علي محمود والشيخ طه الفشني بيقولوا حاجات محدش يقدر يقولها النهارده. النهارده؟ طبعا. طبعا الاستاذ ابراهيم عارف الكلام. مظبوط. في ناس ما تعرفش تقول الحاجات دي. يعني افهم كلام حضرتك ان مش اي مطرب يدخل بصدره على الانشاد الديني. طبعا. لازم يكون عنده مساحات وعنده مؤهل لهذا. غير كده لا. صعب. واللي يغني انشاد ديني يغني اي حاجه في الدنيا. اللي يغني الانشاد الديني علشان كده يمكن مطربنا اللي يغني الانشاد الديني والموسيقى العربيه. علشان كده يمكن مطربنا الكبار غنوا الاغاني الدينيه. ده صحيح. يعني ام كلثوم. شيخ زكريا احمد. نعم. ام كلثوم لما قالت ولد الهدى في الكائنات ضياءه. نعم. وقالت سالوا كؤوس الطلا. نعم. على مست فيها. نعم. وسالوا قلبي. نعم. كل الحاجات دي حاجات صوفيه يا محمد بيه. مش اي حد. لا لا الصنباطي. نعم. كمان بقى يعني. نعم. وشيخ زكريا دول. نعم. كانوا اساتذه في الانشاد الدين. طبعا يعني مش اي صوت يغني انشاد ديني. لا لا. نعم. لا لازم ربنا يكون مديله الموهبه. نعم. والمساحه الصوتيه اللي تستوعب اللحن اللي هو فيه انه يعني يقول براحته. ولا مطربين راس السنه بتوع اول امبارح يطلعوا. طيب ابراهيم عايز تسمعنا ايه النهارده؟ عليك سلام الله. هقول قبلها كده. طيب اتفضل كده. قل ما تشاء وامتعنا. النبي دعاني
ازورك يا نبي، انا نفسي ازورك يا نبي، وملي نور عيني، انا جسماني يا نبي، انا جسماني يا نبي، ومن غير من غير من غير من غير من غير يداويني عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، زيارة النبي يا نبي، أنا جسمي
صورت النبي انا الجسم عليل ودواء النبي وقلبي ميل لزيارة النبي انا جسم عليل ودواء النبي وقلبي ميل لزيارة النبي انا جسم عليل ودواء النبي وقلبي ميل لزيارة النبي انا جسم عليل ودواء النبي وقلبي ميل لزيارة النبي بحب النبي واحباب النبي انا بحب النبي واحباب النبي رامي حموري على الله رامي حموري على الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله الله شكرا الله 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 عليك الله. احنا قلنا البسمة اتنين الله ابراهيم فاروق اتنين الله ما انا عايز ادي اكتر بس شكلنا هنقول الله كتير النهارده منورنا وبجدد التحيه بحضراتكم فنانا كبير محمود درويش لسه الناس بتقبل على الانشاد الديني وتروح تحضر هذه الحفلات ولا الاغاني الشعبيه كلت الجو لا والله يا محمد بيه الانشاد الديني مفيش شك له جمهوره ثابت بل بالعكس بيزيد ويعني دي فرصه بصراحه ان انا اشكر دكتوره ايناس عبد الدامي رئيسه الاوبرا الحاليه اهتمت قوي من ساعه ما مسكت الاوبرا بالتسويق لفرقه الانشاد الديني نعم ويشهد على ذلك الفنان ابراهيم اولا عدد الحفلات بتاعت الانشاد الديني بقت اكتر من عدد حفلات الانشاد الديني يعني كده ليها جمهور بقى ليها جمهور نعم فعلا ولازم يحجزوا قبليها بقت في مناسبات عديدة الإنشاد الديني يعمل فيها حفلات وغير مناسبات كمان يعني الإنشاد الديني بقى يطلع مسرح أوبرا اسكندرية يعرض فيه حفلات إنشاد ديني وما شاء الله برضو الجمهور إقبال كان في الليلة المحمدية امبارح أيوة برضو كان الليلة المحمدية دار الأوبرا كانت عاملاها وكانت فرقة الإنشاد الديني شباب الإنشاد الديني هم اللي كانوا في الحفلة دي ومعنا نجوم من دار الأوبرا المصرية زمان طب أنا عايز أسأل بسمة أنت بتروحي معهم هذه الحفلات هل سافرتي معهم حفلات خارجية بره؟ لا الحقيقة أنا لسه ما دخلتش جوه ال عايزين بقى نستقبل احنا النهارده يعني إيه مولد لبسمة يعني مولد بسمة داخل بداية جميلة طيب حركة سمعنا ايه يا استاذ محمود نقول لاجل النبي لاجل النبي الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه لاجل النبي عليه الصلاه والسلام لا نقول كده اللهم موالك اهل فرقه كده والدنيا لا خلينا لاجل النبي يا رب توبه النبي ايه الله
العصيان قبل ما اشيب وانحني وامشي بعصيان قبل ما اشيب وانحني وامشي بعصيان امشي بعصيان يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت دموعاتي تسيل يا ريت دموعاتي تسيل واطوي صحائف واطوي صحائف غلطتي وابقى في معيد رحمته يا لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا إله الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي من عباد ما حد عني كل لاجل النبي لاجل النبي يا إله الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي من عباد ما حد عني عني لاجل النبي لاجل النبي يا إله يا مجير انت جاي يا نصيري يا إله يا مجير انت جاي من عبادك حصل حصل أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا حبيب حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي صلاتي على النبي لاجل النبي ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي
عليك عني يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني إن فاتوني أنت ربي وإن أذوني أنت حسبي إن فاتوني أنت ربي وإن أذوني أنت حسبي غير بابك لن يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا في جاه بطلب رضاك وإنك أنا حبيبي حبيبي إنك بطلب رضاك وإنك لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي اوعدنا يا ربي والنبي زيارة النبي Thank you.
ابتعد عنه وكان يناديني ويقول لي سيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي الله يا بسمة ان شاء الله مكملة في فرقة كنوز للأبد. خطوتك الجاية ايه؟ خطوتي الجاية يعني متفائلة هتعملي حاجة يعني ان شاء الله بإذن الله ناوية ان انا ادخل دار الأوبرا ومع تدريبات والحاجات دي ان شاء الله يعني اكون في تقدم وفي ازدهار واقدر اعمل حاجة كويسة ان شاء الله. ان شاء الله انا قدامي 10 دقايق عايز اسمع حضرتك ماشي وعايز اختم بيه استاذ محمود درويش. ماشي اتفضل يا استاذ محمود اتفضل. هتسمعنا ايه الاول؟ صلى الله على طه. صلى الله عليه وسلم. نزمس بات النوم.
يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا سيدي يا رسول الله يا 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 سندي كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهدا ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت صارت كل دموع العاشقين تسيل صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرام بالكرماء والزهراء وأبناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرام بالكرماء والزهراء وأبناها نور النبي لما صاهر نور النبي لما صاهر تم الهنا ويا السرور والفضل زايد واشتهر كامل مكمل كل نور صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على القران لما النبي في مكة خطر فرحته زمزم والحرام لما النبي في مكة خطر فرحته زمزم والحرام وانشق له فيها القمر أوصافه في بيت العظام صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها على القرار بالقرار والزهراء وأبناها نور النبي لما ظهر تم الهنا ويا السرور نور النبي لما ظهر تم الهنا ويا السرور والفضل زايد واشتهر كامل مكمل كل نور صلى الله على طه خير الأرض وأحلاها على القرى أبي الكرماء والسهراء وأبناها لما النبي في مكة خاطر فرحته زمزم والحرام لما النبي في مكة خطر فرحته زمزم والحرام ونشقله فيها القمر أوصافه في غاية العظام صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها على الكرام أبي الكرام والسهراء وأبناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرام أبي الكرام والسهراء وأبناها
الله عليك يا ابراهيم. الله عليك. احنا بتقابلنا مشاكل في اختيار الكلمات او كده ولا ما بقاش في شعراء للانشاد الديني؟ والله احنا في تطوير شويه في الموضوع، لان طبعا الانشاد الديني كنا بنقول مشحات وادوار حاجات كده ممكن يكون كلام لازم المثقفين هنا اللي تعرفوا اكتر. فاحنا بدانا نعمل حاجات تبقى سهلة على الناس زي اللي حضرتك سمعتها دي، ده تراث يعني، دي الموتيف الاولانيه دي تراث، وجي حد راح جاب كلام من الطرق الصوفية. وعلى فكرة اكترية الكلام ده كلام طرق صوفية، يعني الكلام اللي كنت بقوله بتاع الشيخ سلام الراضي، وفي طبعا الشيخ صلاح الدين القوسي والعزمية، فكل دول ده موضوع عاوز حلقة كاملة. اليوم دواوين، فبنطلع الكلام السهل البسيط عشان الناس تفهمه بسرعة. خلوني اولا لان هيختم الحلقة فناننا الجميل محمود درويش، انا بشكر حضراتكم على ان انتم شرفتوني النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب ابراهيم، كل سنة وانت طيب بسمة، وكل سنة وانت طيب استاذ محمود درويش. هيختم لنا استاذ محمود درويش الحلقة، وبكرة معدنا ان شاء الله مع مساء الخير. اي حاجة تتعلق بالكهرباء انتظروها بكرة. كل سنة وانت طيبين. اتفضل استاذ محمود. الدعاء في النهاية هي